بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. الدنيا كلها راسا على عقب. رمضان صبحي قلب الدنيا، تفاصيل كلها هتلاقوها عندنا. الاول اقول لكم الرسمي وبعدين احكي لكم الحكايه. الرسمي انه النادي الاهلي النهارده نزل بيان قال فيه رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال الى بيراميدز. الاهلي قال في البيان كل حاجه ليها علاقه بمساله التعاقد. قال لك بدا النادي سلسله المفاوضات مع هادرسفيلد، اهو قدام حضراتكم على الشاشه، لشراء رمضان صبحي منذ ابريل الماضي بعد مفاوضاته وقدم له عروض. قدام حضراتكم اهو على الشاشه، وابدا رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الاهلي في جلسه جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقى اللاعب عرضا اوروبيا يحقق طموحاته. واستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البدايه بعض الوقت نظرا لعدم وضوح الرؤيه بالنسبه لعوده النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب كورونا، لكن في الفتره الماضيه كثف النادي مفاوضاته وقدم عرضا ماليا متدرجا وصل الى 2.5 مليون جنيه استرليني، ونادي الانجليزي طلب رفع المبلغ الى 3 مليون و250 الف جنيه استرليني. ونظرا لان الاهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي وافق على المبلغ وارسل موافقه مكتوبه الى هيدرسفيلد، ثم تلقى الاهلي موافقه من النادي الانجليزي على بيع رمضان نظير المبلغ المشار اليه. وكان قد سبق هذه الخطوه جلسه جامعه امير توفيق مدير التعاقدات مع الاهلي وتم الاتفاق على الحقوق الماليه، ولكن بعدما ابلغ الاهلي رمضان صبحي بالموافقه المكتوبه على شرائه من نادي هيدرسفيلد طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل اعماله نادر شوقي اجراء اتمام انتقاله لمده ارجاء اتمام انتقاله للاهلي لمده يومين لانه تلقى عروضا من انديه اخرى ويحتاج مهله للتفكير. وبناء على ذلك طلب النادي الاهلي من هيدرسفيلد في مكاتبه رسميه استمرار موافقته التي ارسلها للاهلي على بيع رمضان صبحي لمده يومين الى ان يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي امس من جانب امير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة. وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لا سيما أنه مملوك لنادي هيدرسفيلد وليس للنادي الأهلي، وحاجته للوقت لدراسة العروض التي تلقاها وحرصا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليا وإفريقيا. رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع نادي هيدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المرحلة أو المهلة التي طلبها، إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق النادي الأهلي. هذا هو البيان الرسمي اللي نزله النادي الاهلي واللي حكى فيه القصه كلها وبشكل رسمي، واقدر اقول لكم من خلال جمع كل المعلومات بقالنا فتره كبيره جدا جدا بيان النادي الاهلي صادقا وبنسبه 100%. بيان النادي الاهلي صادقا وبنسبه 100%. انا قلت لحضراتكم هقول لكم البيان وبعدين هقول لكم الكواليس وبعدين هقول لكم التعقيب ورؤيتنا ايه ورأينا ايه في الموضوع زي ما دايما انتوا حضراتكم بتحبوا يعني نتبادل اطراف الحديث في المواضيع المهمة دي القصة كلها. طيب الاهلي كان قدر يوصل، احكي لكم بقى المواضيع كلها، لاتفاق مع هيدرسفيلد مؤخرا مع بداية الاسبوع ده انه يبقى الرقم 3.250 الف جنيه استرليني، 3.250 الف جنيه استرليني. طيب ازاي هيتم سدادهم؟ أهلي وصل إلى صيغة مناسبة جدا جدا بالنسبة له. إيه هي الصيغة ديت؟ مليون بعد سنة، هيدفع مليون دلوقتي، يدفع مليون كمان بعد سنة، يدفع 1.250 مليون بعد السنة في السنة الثالثة، وتنتهي قصة رمضان صبحي ويصبح رمضان صبحي لاعبا في النادي الأهلي. يوم الحد الاثنين الكلام ده كان خلص، الأهلي بيتكلم مع رمضان كان اتعرض عليه عرض تاني، وبالتالي قال للنادي الاهلي ادوني فرصه ان انا افكر. ده كان غير متوقع بالنسبه للنادي الاهلي. مين النادي الثاني؟ النادي الثاني اقدر اقول لك بما لا يدع مجالا للشك انه بيراميدز. بيراميدز قدم عرضا خياليا، سيبك بقى من اي ارقام اللي هقوله لك، هو الرقم. قدم عرضا خياليا لرمضان صبحي، ما هو الرقم؟ 2 مليون يورو، 2 مليون اسف دولار في السنه،
عشان بس الأرقام لما هتتحول للمصري هتلاقي دايما في اختلاف. 2 مليون دولار في السنة، 2 مليون دولار في السنة، ده العرض اللي قدمه بيراميدز للاعب لمدة 3 سنوات. يبقى السنة الأولانية 2 مليون 2 مليون 2 مليون، احسب واضرب واجمع هتلاقيها تقريبا في حدود ما بين 30 لل 32 مليون، ماشي كده؟ اللي هو 32 من 30 ل 32 مليون في السنة الواحدة. يعني هتلاقي انه العرض بيقارب او يتجاوز ال 90 مليون بشويتين ثلاثة حلوين، بتاع حوالي 94 مليون في 95 مليون في الحدود ديت. زي ما بقول لحضراتكم كده هتحسبها هتلاقيها في الرينج ده. يبقى 6 مليون دولار ده الرقم اللي اتعرض على رمضان صبحي، ده الراتب اللي هياخده من بيراميدز. رقم يخليك تتلوح، رقم تخليك تقعد تفكر 3 4 5 6 7 مرات. طيب النادي الاهلي مقدم كام؟ 18 مليون في السنة، 18 مليون في السنة، احسب برضو كده على الثلاث سنين. ده عرض النادي الاهلي اللي قدم الى رمضان صبحي اخيرا في اخر لقطة. الاهلي قال لك رمضان بعد ما تواصل امير توفيق مع رمضان، رمضان قال طب خلاص ادوني فرصة. اللي عايز اقوله انه الاهلي اشتغل بشكل كبير جدا جدا في الصفقة دي، اشتغل وبشكل يعني في كل التعاملات سواء مع هادرسفيلد ومع رمضان. خد بالك انه الاهلي لا يمتلك عقد رمضان، هو بيتعامل مع النادي، فهو عنده جزئين بيتعامل معاهم، جزء له علاقة بالتعاقد مع اللاعب وجزء له علاقة بالتعاقد مع النادي. طيب بيراميدز عمل ايه بقى؟ وراقب اللي هقوله لك لان ده مهم جدا جدا. بيراميدز راح لرمضان على طول، ما راحش لهادرسفيلد. وهقول لك مفاجأة دلوقتي حالا، انه من خلال تواصلنا مع المدير التنفيذي ومع نادي هادرسفيلد قبل ما ادخل على الهواء مباشرة، اكد لينا لحد اللحظة دي انه العرض الرسمي الوحيد الذي جاء والذي وصل الى هادرسفيلد هو عرض النادي الاهلي. تاني كده المدير التنفيذي بنادي هادرسفيلد تاون اكد لجمهور التالت قبل ما ادخل لحضراتكم على الهواء مباشرة، كان كلامنا معاه وتواصلنا معاه، انه النادي الوحيد اللي قدم عرض رسمي. الراجل قال احنا عندنا نعلم ان هناك اهتمامات كتيرة جدا جدا برمضان، في اندية كتير مهتمة برمضان، لكن لما تسألني على الاوفيشال العرض الرسمي الوحيد اللي وصل لنا هو من مصر من النادي الاهلي فقط لا غير. ده معناه انه بيراميدز اتكلم مع مين؟ اتكلم مع اللاعب ولسه ما راحش للنادي. تاخد المفاجأة اللي بعديها كمان، الاهلي لحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي لم يسحب العرض اللي قدمه هناك لنادي هادرسفيلد، عشان برضو حضراتكم تكونوا في الصورة. اللي بعديها انا قلت لكم مفاجآت ببص بتفاصيلها كلها. هل رمضان صبحي تقاضى مقدما او وقع عقدا لصالح بيراميدز؟ لحد اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم ديت لم يحدث. لحد اللحظة اللي بكلم فيها حضرتك ديت بالمعلومة، مش هطلع اقول لك الا المعلومة، جايز والبرنامج بيخلص جايز كمان شوية، انما لحد ما ادخل انا البرنامج الساعة 11 لا رمضان صبحي مضى لبيراميدز ولا رمضان صبحي اتحط له فلوس في الحساب. بقول لك معلومة انا متأكد منها عشان حضرتك تكون في الصورة. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل المكالمة النهاردة اللي ما كملتش تقدر تقول عليها ثواني، رمضان لما اتكلم مع امير توفيق قال له انا خلاص بنسبة كبيرة هبقى موجود في نادي قدم لي عرض كبير جدا جدا هيبقى مناسب بالنسبة لمستقبلي وبالنسبة لأسرتي مين؟ بيراميدز. خلاص كده؟ يبقى بيان النادي الاهلي صادقا وبنسبة 100%. الاهلي اشتغل على الصفقة؟ اشتغل على الصفقة وبنسبة 100%. رمضان جاله عرض من بيراميدز؟ جاله عرض من بيراميدز بنسبة 100%. هل العرض ده او نادي بيراميدز اتكلم مع هادرسفيلد بشكل اوفيشال بشكل رسمي؟ لا، مفيش عرض رسمي. جايز يكون في كلام شفهي؟ جايز جدا جدا جدا، ده اكيد يعني انه في كلام شفهي، لكنه بشكل رسمي احنا بنتكلم مع الناس قالك ما جالناش عرض رسمي على الاطلاق. العرض الوحيد الرسمي اللي كان عندنا هو عرض النادي الاهلي، وقال لك حتى كمان كده برضو عشان بالتفصيله، اهي بالتفصيله قال لك احنا ننتظر من رمضان ان يعود الى انجلترا علشان يبقى موجود في الموسم المقبل معانا، هيبقى موجود في فتره الاعداد معانا.
كده بالنص، قال لنا كده بالنص احنا منتظرين رمضان يرجع انجلترا علشان يبقى موجود معانا في فترة الاعداد. يبقى حتى كمان الكلام اللي طلع انه رمضان مطالب انه يسافر انجلترا، هو فعلا مطالب انه هو يسافر انجلترا خلاص. ودلوقتي حالا اهو زمايلي في الاعداد بيأكدوا لي انه هادرسفيلد، احنا على طول على فكرة عايز اقول لكم احنا عاملين خلية عمل يعني، ابلغوا زمايلنا في الاعداد دلوقتي انه يوم السبت المقبل رمضان صبحي مطالب ان يتواجد في انجلترا. اكتبوا لنا يا شباب، يوم السبت المقبل رمضان صبحي مطالب ان يكون في انجلترا. يبقى ليس ادعاء ولا كذبا انه رمضان اتقال له ارجع انجلترا، هو ده مش ادعاء، انما هو جاله عرض، هو جاله عرض، عرض كبير. ادينا قلت لحضراتكم الرقم 2 مليون دولار في السنه. ادي التفاصيل كلها بتاعه رمضان صبحي، وازيدك كمان من الشعر بيت. رمضان ما خباش على النادي الاهلي في اي لحظه من اللحظات اي عرض جاله، بما فيها وهقولها لك والاول مره الكلام اللي وصل من نادي الزمالك. ايوه انا عارف انا بقول لحضرتك ايه، الزمالك. الزمالك في وقت من الاوقات الزمالك اتكلم مع رمضان، ورمضان كمان كان بيعرف الناس في النادي الاهلي كل حاجه بتجيله، سواء عرض الزمالك او الكلام اللي كان بيجي من الزمالك. الكلام خد بالك عشان ابقى هو واضح، لانه مفيش حاجه رسميه، كلام. والكلام اللي جه من بيراميدز بكل تفاصيله بارقامه. طيب رمضان ما اخدش فلوس، رمضان ما مضاش، رمضان اخطر النادي الاهلي انه اختار بيراميدز، دي كلها حقائق انا بحطها قدام حضرتك. الزمالك دخل في وقت من الاوقات، دخل في وقت من الاوقات. هل الزمالك عنده القدره انه يحط 6 مليون دولار قصاد العرض اللي حطه بيراميدز؟ الله اعلم، بس ده رقم فلكي. الرقم ده رقم فلكي، ده مش بس ال 6 مليون، ده ال 6 مليون ويروح يحاسب كمان هادرسفيلد على يعلي فوق العرض بتاع النادي الاهلي اقل حاجه. يعني الاهلي عرض 3 كان 3 مليون و250 الف 3 مليون و250 استرليني، هيروح نادي الزمالك يحط فوق الرقم ده رقم، خد بالك، زي ما بيراميدز كده هيروح يا اما يحط نفس الرقم يا اما يحط اعلى شويه. فانت تخيل بقى انه لو الزمالك وبيراميدز الاثنين دخلوا في القصه دي تبقى عامله ازاي. طيب ده الموضوع كله بايه؟ برمته، بتفاصيله، بدهاليزه. تعالوا بقى نعقب وتعالوا نتكلم. جماهير النادي الاهلي في صدمه حقيقيه، لدرجه ان انت لو جيت تقول لحد مثلا نزلت خبر النهارده الصبح رمضان صبحي الى بيراميدز انتهت القصه، انت هتقعد تتشتم لحد يوم القيامه. بتجيب الكلام ده منين وازاي وليه وفين و لكنه لما الاهلي اعلن وقال الموقف خلاص اصبح لدى الجميع يعني حالة من حالات التأكد، خلاص رمضان مش موجود. بس صدمة بقى، تعالوا نحلل ونفهم ايه هي اسباب الصدمة، وتعالوا نتكلم شوية كلام من 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 الزاوية العكسية. الكلام اللي لازم يبقى بيتقال، الكلام الحقيقي يعني، لازم الناس تفهم انه قواعد اللعبة جوه مصر اتغيرت. قواعد اللعبة بتاعت البيع والشراء والتجديد جوه مصر اتغيرت. قواعد كرة القدم بره مصر ثابتة ما بتتغيرش. قواعد كرة القدم بره مصر في البيع والشراء ما بتتغيرش. الأكثر قدرة شرائية واللي معاه فلوس يجيب اللي هو عايزه، دي القواعد اللي بره. فبره الزحام كتير لأنه اللي معاهم فلوس كتير، فما بترساش على واحد طول الوقت، بتتنقل من دال 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 ده. والأمثلة كتير لا داعي لذكرها عشان ما نخشش في تفاصيل بعيدة مش عايزينها، تفريعات. قواعد اللعبة جوه مصر كانت بتقول انه الاكثر قدره شرائيه هو النادي الاهلي، الاكثر استقرارا هو النادي الاهلي،
وهتضيف عليها شوية حاجات تانية ليها علاقة بالشعبية والنجومية وها والحاجات اللي هي والبطولات الكتير والكلام ده كله. دي قواعد اللعبة اللي كانت موجودة لحد 2014، واللي كان وفقا ليها النادي الأهلي بيقدر يتحرك بأريحية شديدة، بياخد اللي هو عايزه. عارف كويس هتقول ايه، جايز يكون النادي الأهلي في صفقات كتيرة أخدها من الزمالك أو أخدها من أندية تانية ومتنافس عليها ومتنازع عليها ما يكونش بيقدم العرض الأعلى، لكنه لما كان بيخش في صفقة على لاعب الزمالك داخل فيه كان بيلعب دايما على فكرة، فيما قبل 2014 كان بيلعب دايما على فكرة انت هتروح تشتري اللعيب ده صح كده، والأهلي رايح لنفس اللعيب ده. الأهلي ممكن في أحيان كتير ما بيكونش بيقدم العرض الأكبر في مقابل الزمالك. هقول لك أي رقم مثلا، ممكن لعيب يكون معروض عليه، أنا بقول أي رقم مثلا، مليار من الزمالك. الأهلي بيروح يقول له إيه؟ أنت مش هتاخد المليار، أنت هتاخد جنيه ونص المقدم بتاع المليار، ومش هتاخد الباقي، مفيش استقرار، مجالس الإدارات بتمشي، محدش عارف بيجدد مين مع مين، والدنيا زي ما أنت ما شايف. فخليك معايا أنا. أنا هديك 2 جنيه ونص بس حدهم لك 2 جنيه ونص. الميزة اللي عند النادي الأهلي ميزة الفلوس اللي موجودة، ميزة الاستقرار اللي موجود، ميزة قواعد السوق اللي النادي الأهلي كان قادر يتحكم فيها بفكرة القوة الشرائية والاستقرار والحصول على البطولات. ده واقع، أنا بقول لك واقع مش بقول لك حاجة تانية، لازم تعيه بنسبة 100% عشان تبقى عارف تقرأ الخريطة ليه بتتغير. الناس النهارده ازاي كده؟ يعني ايه النادي الاهلي يتاخد منه لعيب؟ ومش لعيب واحد، ما انا جاي لك في الكلام. من بعد 2014 اللي حصل انه الزمالك دخل في السوق بقوه شديده جدا جدا، واصبح لديه القوه الشرائيه للتعامل والتنافس مع النادي الاهلي. لذلك لما الاهلي والزمالك دخلوا في صفقه كان فيها ايمن حفني وخالد قمر ومعروف يوسف، ودي كانت البدايات، رغم توقيعهم للنادي الاهلي الزمالك دخل واغرى ودفع فلوس كتير واخد اللعيبه. ومن وقتها اصبح التنافس قوي وشرس وعميق جدا بين الاهلي وبين الزمالك، ده واقع لازم تاخد بالك منه. الموجه دي فضلت موجوده وتتعاظم مع حصول نادي الزمالك على بطولات. الزمالك اخد بطوله 2014 2015، المغريات بدات تزيد، اللعيبه بتسمع من بعض، بياخدوا مستحقاتهم، الدنيا ماشيه معاهم كويس، بيجيبوا بطولات، الدنيا ماشيه كويس بالنسبه لنادي الزمالك. بدا قواعد اللعبه في مصر تتغير شويه، بس مش قوي، شويه. تيجي لحد النقطه المفصليه اللي من بعدها حصلت الموجة التانية، وهي قصة عبد الله السعيد. لم يحدث في العصر الحديث بأي حال من الأحوال إن يخش نادي وهو نادي الزمالك يجيب لعيب من جوه غرفة الملابس في النادي الأهلي وياخده ليه. ده كان الزمالك في صفقة عبد الله السعيد، في صفقة لم يتخيلها اي شخص في الدنيا، لا الزملكاوي ولا الاهلاوي. دي كانت اللقطة اللي مثلت الموجة التانية في تغيير قواعد اللعبة، لعبة السوق والبيع والشراء. الاهلي لاول مرة بيلاقي حد عنده القدرة والقوة الشرائية يروح ياخد منه نجم نجوم فرقته اللي هو عبد الله السعيد ويدفع فيه الرقم الهلامي ده. راقب كده ايه اللي حصل. جه عبد الله السعيد، حصل تدخلات من النادي الاهلي في اللحظات الاخيره بمساعده المستشار تركي آل الشيخ. عبد الله السعيد رجع النادي الاهلي تاني، الاهلي اعلن عن بيع عبد الله السعيد. من وقت اللحظه دي القواعد بدات تتغير. القواعد بدات تتغير لانه بقى في الفتره ديت وما بعدها ظهر بيراميدز. بيراميدز ما كانش بس بيشتري لعيبه او بياخد لعيبه من الفرق الكبيرة، لا لا لا، ده هو لما ابتدى اخد من الزمالك عمر جابر، ها راقب كده الاسماء، علي جبر، الشناوي كان بره في السعودية ورجع، فبدأ بيراميدز يظهر في الصورة. ياخد بيراميدز عبد الله السعيد اللي كده كده بقى بعيد عن النادي الاهلي اوريدي، بس لعيب من النادي الاهلي جوه بيراميدز، قيمة كانت مضافة للنادي الاهلي اتخذت بقت موجودة جوه بيراميدز.
قواعد اللعبة، كواليتي اللعيبة بدأت تعلى في فرقة زي بيراميدز اللي بقت بتشتري من بره وتنافس جوه الأهلي والزمالك على لعيبة الأهلي عايزها والزمالك عايزها، يروح بيراميدز يجيب ويشتغل، يروح يجيب كواليتي زي كواليتي كينو حاجة مبهرة جدا في الكورة، يروح يجيب لعيبة تقيلة من كل حتة في الدوري المصري، فيبقى بيراميدز بقواعد الشراء موجود في السوق وتقيل، قواعد اللعبة بتتغير. الانفجار التاني كان انفجار أحمد فتحي، هو الانفجار الغير متوقع بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. لا ده بس الأهلي مش بيتاخد منه لعيب هو بتاعه، الأهلي كمان في التجديد حصل وحد دخل على اللعيب بتاعه وضمه لي بيراميدز. قواعد اللعبة راقبة ايه؟ بتتغير للمرة التانية بموجة أعلى وأعلى، وصولا لرمضان صبحي. لما كان بيحصل وعبد الله السعيد مضى للزمالك كان جمهور الاهلي بيقول لك ايه؟ مفيش مشكله، عبد الله مش بتاعنا، عبد الله كان جاي من الاسماعيلي. وانا هشرح لك ليه جماهير النادي الاهلي مصدوم. لما جت في احمد فتحي قال لك مش مشكله، احمد فتحي مش بتاعنا، احمد فتحي كان جاي من الاسماعيلي، برضو كانت تجربه احترافيه. التالتة صعبة لأنه مولود في النادي، ابن النادي الأهلي، بالنسبة لهم وبالنسبة لجماهير النادي الأهلي صعب جدا أنه لعيب اتولد في النادي الأهلي، هو عقده مش بتاع الأهلي، هو عقده بتاع هادرزفيلد، عقده بتاع النادي الإنجليزي اللي الأهلي باعه قبل كده وأخد تمن فيه كبير. الناس مش مصدقه وجمهور الاهلي مش مصدق انه في لعيب ما راحش الغريم التقليدي الزمالك وما راحش بره واختار بيراميدز واختار ان هو يبقى موجود وهو ابن النادي الاهلي. الناس مش مصدقه لانه ده متاخد من جوه البيت. صعبه قواعد اللعبه بنسبه 100% اتغيرت. لازم انت بقى كجمهور تستوعب ده. بقى انت دلوقتي جمهور النادي الاهلي اللي انا بكلمك واللي انا بشرح لك القصص دي كلها، لازم تبقى فاهم ان الجزئيات اللي ليها علاقة بالشراء والبيع اتغيرت. الكلام بتاع زمان ده خلاص كان زمان، الكلام بتاع زمان بقى زمان، كلام دلوقتي له علاقة بتأمين المستقبل وله علاقة بالاحتراف. الانتماء خليه ليك، انت منتمي عمرك، وقلتها بس الناس ما خدتش بالها منها من زمان، عمرك ما هتلاقي جمهور غير انتمائه. يعني واحد ما كانش زملكاوي صحي الصبح قال لك يا عم انا هبقى اهلاوي، ولا عمرك هتلاقي واحد مثلا اهلاوي صحي الصبح قال لك هبقى زملكاوي، ولا واحد اسماعيلاوي صحي الصبح قال لك يا جماعه انا مش عايز خلاص الاسماعيلي انا هبقى اهلاوي. مش هتلاقي الكلام ده، الاهلاوي اهلاوي والزملكاوي زملكاوي، ما حدش بيغير انتمائه. لكن اللعيب المرادفات اللي بيستخدمها مختلفة عن المرادفات اللي انت بتستخدمها. انت بتشجع وما بتاخدش حاجة، انت جمهور بتشجع وما بتاخدش حاجة. انا بطلع اشتغل هنا باخد فلوس، شغال في الاعلام الرياضي باخد فلوس، المنظومة كلها بتاخد فلوس، راقب كده. الحكم اللي بيحكم بياخد فلوس، اللعيب اللي بيلعب بياخد فلوس، عمال غرف الملابس بياخدوا فلوس، الاجهزة الفنية بتاخد فلوس. الوحيد اللي ما بياخدش حاجة هو انت، لازم تفهم ده، انت اللي ما بتاخدش فلوس. فانت تكاد تكون ارقى من في المنظومة من حيث اللا مصلحة، انت ما عندكش مصلحة، انت بتحب بده بس. فدايما عندك الصدمات تاخدها واحد ورا التاني. ارجوك تخلص من العقلية دي، تعامل مع الموضوع على انه احتراف لان هو بقى احتراف. لا اللي في الزمالك ضامن انه يبقى في الزمالك، ولا اللي في الاهلي ضامن انه يبقى في الاهلي، لانه قواعد اللعبه اتغيرت جوه السوق المصري. فارجوك افهم ده، ما تلومش على رمضان صبحي لانه هو بطبيعه الحال هيفكر في مصلحته. حط نفسك مكان اللي بقوله لك، هو شافه قدام عينيه، هو شافه قدام عينيه، هو شاف عبد الله السعيد بيتنقل بياخد كام، امن مستقبله ازاي، اللي بكلمك فيه تفاصيل جوه التفاصيل، فما تلومش عليه، هو باصص لها كده، حسبها كده.
انت كمان لازم تبقى فاهم انه اللي انت كنت بتشوفهم زمان والأمثلة بتاعت زمان ووقعت على بياض ووقعت على 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 هي نماذج كانت موجودة زمان، الموجود منها دلوقتي قليل قوي قوي قوي، لا يمثل شيء من منظومة كرة القدم. أعداد قليلة جدا جدا اللي بتشتغل بالشكل ده، أعداد قليلة جدا جدا جدا. ريح بالك وارتاح، هي كرة القدم كده، خدها لو انت من جمهور الأهلي، خدها على عيبها، خدها باللي فيها، خدها بانتصاراتها وخدها بانكساراتها، خدها باللعيب اللي كنت بتجيبه من هنا وبتجيبه من هنا وبتخش المكاسب ديت وتكسب ده وتاخد ده وتاخد ده، وخدها باللعيب اللي كان معاك وما بقاش معاك. والناس لازم تفهم كويس قوي ان اللي معاه هو اللي بيشتري، اللي معاه هو اللي بيشتري. اللعيب عشان اجيبها لك من الاخر وعلى بلاطه عشان ما تقعدش تخلي دماغك تلف، اي لعيب في الدنيا بيحسبها كده، انا عندي كام سنه، موهبتي دلوقتي تسوى قد ايه، دي فرصه استغلها ازاي، بيتي وعيالي اامنهم ازاي، انا بشتغل كوره، احمر ابيض اصفر الوان الطيف انا ملياش دعوه، انا هشتغل كوره عشان مستقبل عيالي، هشتغل كوره عشان هي كده ومش حسبه تانيه غير كده. ف انتهت العملية. دي القصة كلها بتاعت رمضان هدرسفيلد بالنادي الأهلي. ما تتعبش نفسك وتقعد تطلع واحد غلطان وأصل المنظومة فيها كذا، ولأ أصل الأهلي كان المفروض يعمل كذا، ولأ أصل التعاقدات كانت لازم تعمل كذا. ده طبيعي، اللي بيحصل طبيعي، اللي ما كانش بيحصل، اللي كان بيحصل قبل كده هو اللي كان هو اللي أنت كنت بتعتبره طبيعي، ده اللي ما كانش طبيعي. انك تبقى تعرف تشتري كل اللعيبه وتقدر تتعامل مع ده وتقدر تجيب ده وتقدر تجيب ده، ليه؟ لان انت كنت واقف بقدرتك الشرائيه باستقرارك لوحدك. دلوقتي الفكره اتغيرت والعناصر اللي طلعت حواليك غيرت الفكره. بالمناسبه بيراميدز برضو مستاء انه تم الزج باسمه في بيان النادي الاهلي، قال لك طب هو الاهلي بيحط اسمي ليه في الموضوع؟ ايه اللي خلاه حط اسم بيراميدز جوه ها ليه؟ ما هو يعني الاهلي ما يمتلكش العقد بتاع رمضان، اللي بيمتلك عقد رمضان هو مين؟ هدرسفيلد. بس الاهلي من منظوره كان لازم يعمل كده علشان تبقى القصه واضحه بالنسبه لجماهيره انه اتقال كذا كذا كذا. على فكره هو اتقال ورمضان قال ان هو عايز يكون موجود في بيراميدز، وانا شرحت لكم القصه كلها بسلطاتها ببابا غنوجة. ماشي كده، ماشي كده. ده ما يخلكش خالص، ما يخلكش خالص تنسى احتفالية النادي الاهلي النهاردة. قد يكون التوقيت بتاع رمضان مع احتفالية النادي الاهلي بتدشين اسمه على الاستاد وتعاقده مع شركة استادات في استاد السلام اللي اصبح باسم استاد الاهلي واسم الراعي جنبه وتحتيه ملعب السلام، ده ما يخليكش تنسى الشكل الشيك النهارده اللي كان بيعمله النادي الاهلي، استقبال المحترم كابتن محمود الخطيب نجم النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي النهارده قدام حضراتكم هو على الشاشه، الكل كل حاجه بتتزايم بالاحمر، دي الغرفه بتاعه الفي اي بي كبار الزوار اللي موجوده في الاستاد. استاد شكله مبهر، أرضية الملعب شكلها عظيمة، كل ما له علاقة بداخليات الاستاد نفسها دي بيتصرف عليها كتير. خد بالك يعني لما بنقول المرحلة الأولى فالمدرجات والأقسام المختلفة والفي آي بي والاستراحات والحاجات اللي شبه كده دي بيتصرف عليها كتير، ما تفتكرش إن هي حاجة قليلة، يعني اللي أنت شايفه ده مصروف عليه كتير جدا جدا. قدام حضراتكم طبعا لافتات النادي الأهلي، دي لافتات أهي موجودة يعني مش هتتشال ولا حاجة، دي لافتات النادي الأهلي موجودة جوه الاستاد نفسه، واللي الأهلي خلاص بيتعاقد معاه شركة استادات لمدة 9 سنوات، وقلت لحضراتكم وكان معايا كابتن خالد مهدي امبارح واتكلم في التفصيلة اللي ليها علاقة بإنه
تعاقدات شركه استادات مع الاستاد مع استاد السلام نفسه ومع شركه مع الانتاج الحربي نفسه كان لمده 10 سنوات، مر منهم سنتين ونص، فاضل منهم 7 سنين ونص، والاهلي بالتعاقد مع الشركه هيبقى موجود، ده ملعبه هيتشارك فيه هو والانتاج الحربي. اهو قدام حضراتكم السلام ستاديوم وفوقيه اسم الاهلي، ملعب السلام، استاد السلام، وفوقيه اسم الاهلي بالراعي بتاعه. مرحبا بكم. كل التفاصيل اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم، الاهلي النهارده طاير النسر بتاعه في لفته كانت يعني جماليه الى حد كبير. خدوا بالكم دي صور لعيبه النادي الاهلي، اعتقد ان هم هيضطروا بقى يشيلوا صوره رمضان صبحي من الـ من الـ من جوه الاستاد، لان انا شفت طبعا صوره رمضان في اكتر من لقطه من اللقطات. مشهد عظيم، حاجه محترمه جدا جدا، وهفضل اقول انه هي خطوه كمان للامام لحد ما النادي الاهلي يبقى عنده استاد ملكه الخاص. والنادي الاهلي حصل على حق انتفاع استاد السلام لمدة 9 سنوات، وبالتالي هو مريح نفسه، يعني هيبقى بيتعامل مع الاستاد ده كما لو انه ملعبه لحد ما يتمكن من يعني انه في يوم من الايام نادي الاهلي يبقى عنده ملعبه الخاص او استاده الخاص، وده بيتكلف كتير جدا جدا، ملايين الملايين. طب انا معايا على التليفون سيادة اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. انا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ ازي اخبار معاليك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. طمنا الاول على اللعيبه والدنيا ماشيه ازاي في الفرقه بعد الاصابات اللي كانت حصلت، الامور ماشيه كويس ولا لا؟ احنا بنتكلم في مباراه يوم الجمعه امام النادي الاهلي ان شاء الله. والله الحمد لله، طبعا فضل ربنا علينا كبير، الحمد لله جميع اللاعبين تمسكوا كلهم بالشفاء بما فيهم الكابتن مختار الحمد لله، والجهاز الفني بالكامل الحمد لله، ما عادش عندنا اصابات. الناس انتظموا في التدريبات النهارده، بقى لنا يمكن 5 6 ايام تدريبات، والامور الحمد لله طبعا بتصير من الافضل للافضل ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله في الفتره اللي جايه الناس تكتمل. طبعا فتره الاعداد لان طبعا كانت قليله جدا، عشان انت عارف عشان الناس ترجع بدني وفني كانت محتاجه فتره اكبر من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني. والحمد لله يعني الناس كلها في الحاله في التمرين، والحمد لله ما عندناش اصابات بفضل الله. كابتن مختار نزل خلاص التمرين وموجود مع الفريق الحمد لله. الحمد لله، من النهارده بقاله كام يوم النهارده مع الفريق ونزل الملعب، والحمد لله صحته زي الفل. اخر كلام كابتن مجدي عبد العاطي، مستمر مع حضراتكم يا فندم ولا في الامور امور؟ لا ان شاء الله مفيش في الامور امور ان شاء الله. كابتن مجدي انا بحب طبعا اوجه له الشكر عن طريق برنامج حضرتك. الراجل لم يتردد لحظه لما بلغناه يعني، وقال ده كابتن مختار استاذي والنادي الانتاج الحربي له حق عليا، وطالما عاوزني انا اتواجد في اي توقيت، والراجل الحمد لله يعني وصل ثاني يوم ما كلمته على طول واتصل في التدريب بدون اي شروط ولا اي املاءات يعني، والراجل موجود معانا وان شاء الله يكمل معانا الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. راي حضرتك ايه النهارده في الاستاد بشكله الجديد، استاد السلام بشكله الجديد مع افتتاحات النادي الاهلي، واخد انطباع حضرتك عن الاستاد، وبعدين اسالك بقى في الامور التنسيقيه اللي هتحصل ما بينكم وبين النادي الاهلي. طبعا شيء مبهر جدا الحقيقه. اسمح لي بس الاول طبعا اتوجه بالتهنئه للنادي الاهلي، النادي العظيم للقرن يعني، بهنيه بوجوده معانا في استاد السلام، ودايما النادي الاهلي مصدر الاستعداد والفرح لجماهير الاهلي العظيمه طبعا. عظيم. شيء محترم يعني. عظيم. الامور التنسيقيه بقى اتفضل. بس يجب بس اسمح لي بس اوضح شيء. اتفضل يا فندم، وضح كل حاجه اتفضل. بالظبط. في بس مفهوم بس في لبس لدى الراي العام، بيجب برضه على مسؤول تلك الاستادات تدارك هذا الامر. اتفضل يا فندم. وتوضيح للراي العام انه كان شرط اساسي من شروط موافقتنا في الانتاج الحربي على منح حق اداره الاستاد لشركه الاستادات هو الحفاظ على اسم استاد السلام وهويه هذه المنشاه وتداعياتها للهيئه القوميه للانتاج الحربي. وبالتالي يجب ان يظل كما هو موجود في العقد اسم الاستاد هو استاد السلام. يعني وفقا للعقد الاستاد ما اسموش استاد الاهلي، وفقا للعقد هو اسمه استاد السلام ولم يتغير ولن يتغير. حضرتك بتطالب بده؟ ده مش بطالب، ده الطلب حتى اللي مقدمه شركه الاستادات واللي تمت الموافقه عليه والتصديق عليه من عندنا. من الهيئه من عندنا. انه يظل اسم استاد السلام ومحافظه على هويه هذه المنشاه وتبعيتها للانتاج الحربي.
وشركه الاستاد هي بتدير هذا الاستاد لصالح الانتاج الحربي، ومن حقها تدي الملعب للاهلي. وطبعا الاهلي طبعا ده كيان عظيم ويشرف اي مكان طبعا ينزل فيه ويرفع من قيمته طبعا، ولكن مع الحفاظ على هويه واسم استاد السلام. طيب اللي انا شايفه برضو انه مكتوب استاد السلام وفوقيه مكتوب النادي الاهلي، يعني مكتوب الاهلي واسم الراعي بتاعه ومكتوب استاد السلام، يعني اللي شايفه انه اسم الاستاد ما اتغيرش، صح كده ولا انا بتكلم غلط يا فندم؟ هو لا غبار على اللوجو اللي موجود الاهلي واستاد السلام ماشي، ولكن هو اللفظ الدارج دلوقتي لدى الساده الاعلاميين والراي العام استاد الاهلي. استاد الاهلي هذا الكلام مخالف للشرط الاساسي والرئيسي في كلامنا مع شركه السادات. حضرتك بتتكلم على التعامل الاعلامي مع الاستاد نفسه، حضرتك تطالب ان يكون بالضبط اسمه استاد السلام وليس استاد الاهلي. ماشي، مش بطالب، ده حق اصل لينا، والساده المسؤولين في شركه السادات يجب عليهم هم يخرجوا يوضحوا هذا الكلام. ماشي، يوضحوا هذا الكلام الراي العام، يعني عشان بس يبقى في امور منظمه للعمل في الفتره اللي جايه. عظيم. طيب نروح للجزئيه الثانيه، الجزئيه التنسيقيه اللي ليها علاقه سواء بالتدريب او المباريات، مين له الاولويه؟ هي الفكره مش فكره اولويه، الملعب ملعب استاد السلام طبعا من الانتاج الحربي والنادي الاهلي وخدمه المنتخبات الوطنيه. عظيم. في كل الاحوال مش هيحصل تعارض ابدا ما بين مبارياتنا ومباريات النادي الاهلي. والملعب هيسعنا احنا الاثنين، وده كان برضو احد الشروط الاساسيه انه الانتاج الحربي ده ملعبه الاساسي والرئيسي اللي بيؤدى عليه مبارياته الرسميه والتدريبات لحين توفير ملعب لاحد الملاعب الفرعيه اللي المفروض شركه السادات بتقوم بالفعل دلوقتي بتنفيذ ملعبين فرعيين داخل استاد السلام. ملعبين دولت ملعب ليكم وملعب للاهلي، صح كده؟ الملعبين هنتدرب عليهم احنا والاهلي، وطبعا وهديرهم شركه السادات باسلوبها بطريقتها، انا في النهايه ليا ملعب اتدرب عليه في توقيت معين، بعد التوقيت هم خلاص بيديروا زي ما هم عايزين. طيب اسال حضرتك، انت دلوقتي حاجة بتتمرن على الاستاد نفسه، على ارضيه الاستاد نفسها؟ احنا الفتره الاخيره طبعا كان الاستاد عشان داخل تطوير وافتتاح، فكنا انا كنت بتمرن في نادي المصارعه عندي في صلاح سالم. ايوه. وطبعا احنا يعني يهمنا ان الشركه تنجح والامور تبقى ماشيه في السياق الطبيعي، بس مع الحفاظ على حقوق الانتاج الحربي وحقوق المنصوص عليها في العقود يعني. طيب عظيم. ولكن بعد الافتتاح خلاص احنا ان شاء الله عندنا ماتش يوم الجمعه مع النادي الاهلي، انا بكره ان شاء الله عندي تمرين في الاستاد. عندك تمرين في الاستاد؟ ان شاء الله بكره. وعندي عندي ماتش مع الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه بعد بكره. وبننسق احنا الفتره اللي جايه اسلوب التدريب واسلوب اللي هيتم اتباعه الفتره اللي جايه بما لا يتعارض مع مصلحه النادي الاهلي طبعا، مفيش اي تعارض اطلاقا يعني. هتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تتعاونوا مع بعض. طيب امتى هيبقى الملعب الفرعي جاهز لاستضافه التدريبات، سواء بالنسبه للنادي الاهلي اللي بتمرن في التتش، وسواء بالنسبه لحضرتك اللي بتتمرن بره يعني؟ يعني هو مجرد هي مساله وقت، مجرد بس ما الشركه القايمه بالتنفيذ ان شاء الله تتنفذ. يعني مساله يمكن في غضون مثلا ممكن شهرين ثلاثه بالكثير، يعني شهرين ثلاثه بالكثير خلاص. شهرين ثلاثه بالكثير. طيب النادي الاهلي ممكن يتمرن برضو على الاستاد، صح كده؟ طبعا بيتمرن على الاستاد بالتنسيق، يعني بتنسق يعني شركه استادات هي اللي بتدير العمليات التنسيقيه ما بينكم انتوا كناديين بما لا يتعارض يعني مع بعض، مظبوط كده يا فندم؟ بالظبط، احنا مفيش اي تعارض بيننا وبين النادي الاهلي، بالعكس احنا مرحبين جدا بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا كيان كبير وكيان عظيم جمهوره كبير، ومفيش اي تعارض بيننا على الاطلاق. صحيح. احنا بس كل التعليق بتاعنا اللي هو ان يجب على شركه السادات توضيح للراي العام هذا اللبس، بس حفاظا على ما تم الاتفاق عليه وتم التصديق عليه في نهاية قمة الانتاج الحربي. عظيم عظيم يا فندم. هل في اي تعقيب اخير لحضرتك؟ لا بالعكس، انا بس في النهايه بحب اكرر طبعا تاني تهنئه للنادي الاهلي، ودايما ان شاء الله موفق ودايما في تطور جديد باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وكامل تحياتنا لحضرتك وللمنظومه بالكامل، ست اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي، وبرضه توضيح مهم، الراجل يعني بيضعه امام الراي العام بشكل واضح وصريح. طيب هستعرض مع حضراتكم تقرير، وبعد التقرير نرجع نكمل كلامنا لان عندي تفاصيل كتير وعندي اخبار كتير جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده ومتابعين، الدنيا سخنه جدا 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 في جميع الاجواء، لكنها سخونه لحد دلوقتي، احنا لسه بنتكلم في الاخبار وفي الدنيا وفي الامور المفهومه يعني. يلا بينا. طيب لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثة، ونروح لنقطة مهمة برضو في الدوري المصري، وكابتن أيمن المزين المدير الفني لطنطا بيتقدم باستقالته، وبيتم تعيين الكابتن محمد صلاح
مديرا فنيا لطنطا. مهمة صعبة ما هيش سهلة بكل تأكيد. وكابتن صلاح من المدربين المخضرمين، هو عنده القدرة الحقيقة انه في لقطات كتير شفناه بيدير فرق في الممتاز به وبينجح معاها الى حد واضح وصريح بالصعود كمان للدوري الممتاز. كابتن محمد صلاح بيعرف يعمل الخلطة كويس، بكلمكم بأمانة، هو بيعرف يعمل الخلطة، والفرق اللي برضو بتبقى إمكانياتها متوسطة الراجل بيعرف يدير أمورها بشكل كويس جدا جدا. تعاقد طنطا مع كابتن محمد صلاح أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن يكون تعاقدا موفقا لكلا الطرفين، وإنه يعني مع فريق محترم زي طنطا. أي نعم موقفه صعب في الدوري، ما هوش سهل، لكنه الاختيار اختيار موفق إن شاء الله بإذن الله. كابتن صلاح يقدر يوصل بطنطا لمناطق طيبة ومناطق أمنة. كابتن صلاح أهلا وسهلا بك ومساء الفل، وعايز أبارك لك وفي نفس الوقت أقول لك يعني شد حيلك لأن المهمة مش سهلة أكيد. إن شاء الله مسخرة كابتن إبراهيم، وحشني وبشكرك على المقدمة دي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نجتهد كلنا ونكون إيد واحدة ونعدي إلى بر الأمان بطنطا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. التعاقد جه إزاي والتفاصيل الكواليس بقى؟ والله ولا الراجل المحترم استاذ فايز عليه بيكلمني امبارح، ورحت النهارده وقعدت مع الناس، واستقبال غير عادي بصراحه. وده كل عهدنا في نادي طنطا من زمان، انا تشرفت في 2007 2008 ومسكت الفرقه سنه، وناهيك بقى على يعني النظام الاجتماعي اللي موجود في النادي والمنشآت، واتفقنا على ان احنا نبدا التمرين بكره ان شاء الله، وربنا يسهل، لان زي ما حضرتك قلت المهمه مش يعني مش صعبه ومش سهله. اتمنى عشان ما تبقاش صعبه ان احنا نكون يعني عندنا اجتهاد اكتر، وان شاء الله نوع من اللعيبه، ونادي طنطا عنده لعيبه كويسه كابتن ابراهيم. صحيح صحيح. طيب خليني اسال حضرتك برضو، التعاقد لمده قد ايه ولا لسه ما مضيتش العقد؟ وشوف زي ما كلمت مع الاستاذ فايز، الاستاذ فايز بيقول لك اللي عايز يقعد 20 سنه يقعد في طنطا، دي حقيقه يعني ما بنمشوش حد الا لما انت تقول. لكن مبدئيا كنا على سنه ونص يعني عشان نعمل استقرار، وما نديش فرصه لحد ان يقول ده الفرقه دي او كذا يقعد شهر او شهرين ويمشي. لا احنا قاعدين سنه ونص، لازم تدي الانطباع من الاول للعيبه بتاعتك ان انت جاي وقاعد وموجود، علشان يبقى عندهم القدره على فهم ده، علشان يساعدوك ويساعدوا نفسهم، عشان يبقوا عارفين ان السنه دي مسلمه للسنه الجايه. يعني انا بصراحه لو كان فكره انك مكمل لحد اخر الموسم دي ما كانتش هتبقى حلوه، لا 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 لحضرتك ولا للفريق، لانه في النهايه لازم اللعيب يبقى عامل حسابه انه المدرب بتاعه مكمل معايا. تمام والله كابتن، ده اللي حصل من الاستاذ فايز والله والنبي، عشان يعمل حتى استقرار، وحتى قالوا لي لو عايز تقعد سنتين ثلاثه، لكن مبدئيا سنه ونص ممكن تتجدد، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونكون اهل الثقه اللي حطاها فينا مجلس اداره واستاذ فايز، ان احنا نقدر نعمل اي حاجه لنادي طنطا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. جهازك المعاون هو هو اللي موجود هناك ولا هتجيب ناس ثانيه معاك؟ لا الجهاز بتاعي اللي هو تامر سعيد عبد العزيز وتامر عبد الحكيم وعبد الشافي ابراهيم. بترتاح في التعامل معاهم يا كابتن صلاح؟ والله ابراهيم زي انت حضرتك مثلا تيجي تشتغل في حته بتجيب الناس اللي فاهماك وفاهمها ومريحاك، وتقف ظهرك وتقدر تعالج كامل المشاكل بين اللعيبه، مش شرط المدير الفني هو اللي يعالج كل حاجه يعني. وبنسميه جهاز يعني، كل واحد ليه اختصاصه، وكل واحد ليه في الامر في الاخر في شورى بيننا، وبناخد للصالح العام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلاص تمنياتنا بالتوفيق لحضرتك، وان شاء الله باذن الله تعمل حاجه محترمه كابتن صلاح زي ما معودنا. خليك يا كابتن ابراهيم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح مدير الفني الجديد لطنطا، وتصريحات مهمه جدا، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، لانه زي ما بقول لحضراتكم المهمه مش سهله، والدوري صعب اصلا، الدوري صعب في الظروف بتاعت كمان كورونا والحاجات ها، صعب الموضوع مش سهل يعني. الزمالك بيخضع لمسحه كورونا غدا، وجلسه خاصه مع مصطفى محمد بكره ان شاء الله باذن الله، هيبقى في مسحه طبيه جديده للكشف عن فيروس كورونا. اتمنى الامور تطلع كويسه والنتيجه تطلع ان شاء الله باذن الله كويسه بالنسبه للعيبه بالكامل، لان احنا متفقين انه المسحه بتتعمل قبل 48 ساعه من اللقاء. لقاء الزمالك ان شاء الله باذن الله هيبقى يوم السبت، فطبيعي انه المسحه هتتعمل بكره ان شاء الله، زي مثلا ما الاهلي النهارده كان بيعمل المسحه بتاعته لانه هيبقى عنده مباراه يوم الجمعه امام الانتاج الحربي.
النهارده كان رئيس نادي الزمالك كان عامل جلسه مع اللعيبه، كان بيكلمهم عن الفتره اللي فاتت وعن اللي حصل فيها وعن المباريات المهمه اللي مقبل عليها الفريق، وقال ان هو هيصرف لهم كل مستحقاتهم عقب مباراه المقصه المقبله، الى جانب كمان الراجل اتكلم معاهم في الفرص المهدره. الزمالك اهدر فرص كتير جدا امام المصري، انما برده تاني وتالت ورابع انا شايف انه في نقاط ايجابيه موجوده في الفريق، وشايف انه وان كانت النتيجه لم تخدم نادي الزمالك الا انه مهم انه يتعلم الدرس، انه اللقاء يخلصه بدري بدري لانه كان عنده الفرصه ده قدام الاتحاد السكندري، انما الاتحاد طول النفس كمان بالفرصه اللي وصلت له قدر انه يتعامل معها. موليكا ولا اهلي ولا زمالك، الراجل اللي راح مرقصنا ترقيصه كده يعني بنت لذينه جنيه، فجاه مره واحده راح لابس يوم السبت اللي فات راح لابس تيشيرت نادي الزمالك ونزل يجري بيه على التريدميل وبتاعه في الجيم وراح مرقصنا بقى كلنا، فالناس كلها بس خلاص كده هو في الزمالك. فبعدين انا كان ضيفي ساعتها احمد مرتضى عضو مجلس اداره نادي الزمالك، فكان رد فعله كان بالنسبه لي غريب جدا ولكنه كان صادق الحقيقه. انا بقول له موليكا لابس تيشيرت نادي الزمالك، قال لي اللعيب حلو ده يعني؟ قلت له بكلمك بجد، انا افتكرت ان هم فعلا خلصوا معاه مش عايزين يقولوا يعني. فقال لي لعيب حلو ده، قلت له يعني موليكا يعني لعيب مطلوب يعني، ده نص الفرق بتطالب بيه يعني عايزاه، لعيب مازيمبي مهاجم مازيمبي يعني. وسمعنا كلام بقى في فرنسا وسمعنا كلام في ما اعرفش كده بقى، فاخيرا بقى موليكا اسدي الستار عنه خلاص، هو هيلعب في ستاندرد لياج البلجيكي. طبعا لما تفتكروا ستاندرد لياج هتفتكروا مين؟ عماد متعب. الفقره بتاعت عماد متعب في فتره كده كان عرض بتاع ستاندرد لياج البلجيكي وبعدين ما راحش والحاجات اللي حصلت دي كلها، هيبتدي التعامل مع موليكا بقى لمده 4 سنوات، ارتبط اسمه بالاهلي وبالزمالك، هيبقى موجود راجل عنده 20 سنه خد بالك يعني، لعب 30 مباراه في دوري الابطال وسجل 14 هدف وصنع 4 اهداف. طيب هروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتواصل لسه مع حضراتكم في جمهور الثالثه، وعندنا تفاصيل وعندنا اخبار وعندنا كلام كتير جدا جدا خلال الحلقه، وعندنا حوار جامد جدا عبر سكايب بعد الفاصل. تروح يمين تروح شمال، كابتن تامر عبد الحميد دونجا واحد من اهم وابرز اللاعبين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك في منتصف الملعب، كان لاعبا يعني تقدر تقول بالفم المليان كده الاوتاد، راجل في الملعب ما بيهزرش ما بيهركش، كاسحة الغام بيزيد كل الحاجات المواصفات اللي انت بتدور فيها في لعيب نص ملعب هتلاقيها في الكابتن تامر عبد الحميد، لذلك ذكرياته مع جماهير نادي الزمالك كلها بالخير يعني، الناس هتفتكر الكابتن تامر عبد الحميد دونجا هتفتكره دايما بكل خير، ومشرفني ومنورني النهارده واحد من الشخصيات القريبه جدا الى قلبي يعني، والناس انا بحبها جدا على كل المستويات، مستويات الشخصيه ومستوى كمان وجوده في الملعب وحتى كمان في التدريب. مساء الورد. ازيك يا اخبارك يا كابتن؟ ازيك يا الحمد لله عليك. كله زي الفل الحمد لله. كله حلو الحمد لله. يا رب الحلقه تعدي على خير ان شاء الله. لا هتعدي على خير ان شاء الله. الزملكاوي بيسببوا لك مشاكل كتير. لا خالص. لا خالص. والله. خالص ما فيش احلى من الحوارات وما فيش احلى من المشكله هي التعصب دلوقتي بقت حاجه صعبه جدا. لا خد بالك يعني انت لو 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 بتتكلم على التعصب وبتتكلم على المشاكل احنا قدر المستطاع بنحاول ان احنا ايه؟ نعدي الامور، نحاول ان احنا كده. لا بص اقول لك على حاجه. هو جه شوقي السعيد ضرب واحده. لسه هكلمك دلوقتي. طب انت الراجل دلوقتي مقدم برنامج مثلا زي البرنامج طب انت مالك طيب الضيف طب انت متوقع منه اي حاجه؟ مش متوقع انت مش ربنا ولا نبي سبحان الله. خد بالك المشكله التعصب هنا معلش التعصب زاد جدا من جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. اقول لك الزمالك قبل الاهلي كمان يعني لامتى يعني معلش لامتى احنا كنا زمان بنلعب ما كنتش حاسس انا بالتعصب ده خالص. لا ما كانش في مفيش تعصب خالص. احنا كنا بنستنى الجورنال مثلا الصبح نقول نقرا بس التحليل للمباراه وخلاص عشان اللقطه يا كابتن تامر اللقطه كل الميديا ايوه كله عايز ياخد اللقطه يعني ايه. انا ما اعرفش حضرتك شفت الجزء بتاع شوقي السعيد ده من الحاجات اللي انا قعدت ابص واضحك. بص لك على حاجه هم بيجيبوا الحاجات اللي هي اللي تعمل ترند وبيعلقوا عليها الراجل ايه الراجل كان قاعد زي ما حضرتك قاعد كده فبيقول لي لا فبنتكلم مش قال لي قال لك لا انا ما يعني كذا انا بكره الاهلي. قلت له لا ما يعني جمله صعبه. ايوه انت رديت عليه صعبه صعبه عليه. شوقي ما تتقالش كده في الكوره ما فيهاش كده احنا دايما متعودين في الكوره لك انا احب اكسب انا احب اغلب انا احب فها ولا ايه. فقال لي لا هو كده
طب يعني ما انا خد بالك بس بقى انا لو في مكانه ما اقولش كده فاروح انا ايه فاروح تاني اقول له ايه انا خد بالك ببقى ايه خايف على ضيفي ما اقولوش بقى اصل الجمهور واقول خايف على ضيفي عشان هو ياخد باله فياخد ايه خطوتين لورا شويه فيفهم ان هو ايه ان هو هو داخل بصدره فهو هو عايزه داخل بصدره انا بقى ما عنديش مشكله في كل ده انا خلاص انا وضح في حمله عليك هيما برضه إيه؟ في حمله عليك فظيعه برضه ما دي حمله يعني اصحابها انا عارفهم كويس وبالتالي انا يعني ده في ترند كان عليك ايوه طب ليه انا مستغرب بص هيما انت دلوقتي انا شايفك اهو انا بكلمك حتى قبل الهوا بقول لك انت زملكاوي من كتر ما انت يعني بتكلمني على الزمالك والحاجات دي كلها بتحس ان انت مع الاهلاوي مع الاهلاوي قلت لك انت مع الاهلاوي وتبقى اهلاوي والزملكاوي وهي دي المهنيه الناس مش قادره مش انت مثلا والله. انت مذيع مثلا منتمي لنادي معين وكنت كابتن نادي معين وداخل تدافع عن قضيه معينه للنادي اللي انت كنت بتلعب ده غلط صحيح يعني عملوا ترند مدفوع قعد لمده يومين من ناس انا عارفهم بعينهم يعني علشان خاطر يعني ايه يا جماعه طب اصل بديهي لما الكابتن تامر عبد خد بالك كل البرامج بقى خد بالك بالمناسبه كل البرامج يطلع اي ضيف يقول اي حاجه اي حاجه اي حاجه خلاص ما بيذكروش لاسم مقدم البرنامج ها ولا يذكروا اسم البرنامج بيذكروا مين الكلام اللي قاله الضيف الا عند ابراهيم ما انت راقبها بقى ابراهيم تلاقي ايه لا ما الضيف يقول اللي يقوله يعني شوقي السعيد ما حدش جه حياته اللي قال والله العظيم يا هيما انا عن نفسي انا تامر عبد الحميد بخاف اطلع انا ببقى مرعوب لان اقول مثلا ايه حرف عن النادي الاهلي يعني انا مانع نفسي عن النادي الاهلي خالص بمعنى ايه انا ولا متابع قناه الاهلي مع احترامي ليهم على دماغي انا مش متابع قناه الاهلي عشان ممكن يحصل مثلا تلميح على الزمالك تلميح على الزمالك ممكن ازعل ايوه تمام فتنفعل فترد صفحات مثل. النادي الاهلي انا ما اعرفش ايه الصفحات المشهوره عند النادي الاهلي انا والله العظيم ما اعرف يعني انا مثلا ايه عندنا كذا صفحه عندنا بتجات الزمالك ببقى عارفها المختلط على ايطاليا على عمر على الحاجات دي كلها عارفها ومتابعها طيب انا ببقى مثلا عندي الحساب بتاعي انا نفسي اقول يا جماعه الاهلاويه مع احترامي ليكوا انا راجل زملكاوي وقافل نفسي على فريق نادي الزمالك قافل نفسي على جماهير نادي الزمالك معلش ما تجيش تنرفزني وما تجيش تطلعني عن شعوري معلش انا راجل زملكاوي وبدافع عن قضيه نادي الزمالك ما باجيش جنب النادي الاهلي خالص نهائيا زي برضه فكره نهائياً. زي برضه فكره انه يا جماعه وجهات النظر دي يملكها ضيوف الضيوف نفسهم ما ينفعش الضيف مثلا يقول لي لا انا وجهه نظري كده اقول له لا وجهه نظره في موضوع ما فانا اقول له لا واملي عليه وجهه نظره الناس للاسف في شباب صغيرين طالعين مش فاهمين لا هم فاهمين اعلام ولا هم فاهمين حاجه ولا هم اي حاجه هم بس الفكره ايه الناس يا عيني بتشبطهم الترند وهم يقوموا رايحين وراه فهو بيقول لك هو عايزك بقى ايه هو عايزك ايه عايزك انت كضيف ما يبقاش عندك وجهه نظر وان كان عندك وجهه نظر فالمذيع يملي عليك وجهه النظر لا اللي انت ما تقولش وجهه نظرك واخد بالك ازاي لا. فانت تتحول مش من مقدم برنامج بتناقش ضيفك لا لضيف انت حضرتك ضيف وكل حاجه كل حاجه انت لازم ربنا والله العظيم هيما ربنا يكون في عونك بصراحه لان انا بشوف حاجات غريبه جدا يعني مثلا ممكن ياخدوا حاجه كده صغيره لتامر وبعدين الاقي مثلا اقول لك مش عاوز اقول لك طفل بس انا هقول لك على حاجه هقول لك اطفال انا عايز اقول لك على حاجه احسن حاجه 12 سنه 12 سنه يعني هقول لك مش هقول لك ما ينفعش ان انا اقول التعليق اللي هو قاله ادخل على صفاتها لزق ولد صغير لسه بالبامبس ايه يا جماعه السوشيال ميديا دي يا جماعه حرام عليكم كده والله العظيم حرام عليكم انا ليا اب وام برضو انا مش عاوز يتشتموا يعني انا دلوقتي ممكن اي حد مثلا عندي لا ده انت بتطبل لمرتضى بتطبل لنادي الزمالك طب انا هطبق ده النادي بتاعي ما طبيعي جدا ان انا اطبل لنادي الزمالك وطبيعي جدا ان انا اكون في دار نادي الزمالك دلوقتي بقت موضه هيما دلوقتي بقت موضه فعلا انا دلوقتي كتامر عبد الحميد هخبط في نادي الزمالك والله العظيم هلاقي جماهير النادي الاهلي كلها في ظهري والعكس بالعكس في ظهري والعكس اخبط دلوقتي الكابتن مصطفى يونس جماهير الزمالك العكس في بالعكس الكابتن مجدي عبد الغني نفس الطريقه مع ان لو كل واحد اتكلم على فرقته وشجع فرقته المشكله في كده اتكلم فيه وانا احب فرقتي واشجعها واموت عليها وابقى عايزها تكسب على طول وده الطبيعي وده اللي اتربينا عليه وده اللي احنا كنا بنشوفه وشفنا اهالينا لا مفيش حاجه من الكلام ده هيما مفيش حاجه من الكلام ده الجو صعب جدا على السوشيال ميديا اللي اخترع السوشيال ميديا ده لا راجل ظالم فعلا خليني اقول لك طبيعتنا حلوه قوي يعني خليني اقول لك على حاجه وسائل التواصل الاجتماعي ليها ايجابيات كتير لا ملهاش ايجابيات والله ليها صدقني انا وجهه نظري ملهاش ايجابيات كفكر مثلا ايه راجل لو في حاله ملوش دعوه بقى بالفن ولا له دعوه بالكوره ولا له دعوه باي حاجه ماشي ده تواصل اجتماعي كويس من اصحابك واصدقائك وقرايبك والحاجات دي كلها ولكن انت كراجل في يعني في المطبخ
الرياضه ولا الفن والحاجات دي، لا هطولك هطولك الشتيمه وهطولك التهزيق وهطولك كل حاجه. انت بعد وقت يعني، انا مثلا بعد وقت انا لا بسمع ولا بشوف فعلا حقيقه يعني. لا لا انت برضو ممكن انت ولا تسمع ولا تشوف، بس ممكن حد صاحبك لا ممكن هجيلك هجيلك والله العظيم. بص يا لهوي بص يعني انا جاي نرى بص لك الحاجة معلش لا حملات وبتاعات ومش عارف ولا انا جاي ممكن جاي ممكن نص الحلقة عاوز اقول التعصب ده طيب امتى التعصب ده؟ ولا ممكن نقول لك ايه حملة نبذ التعصب؟ نبذ التعصب ايه؟ ده النهارده رمضان صبح مولع الدنيا بين الاهلي والزمالك النهارده. الناس ممكن تموت بعضها النهارده عشان رمضان صبح. جماهير الزمالك قاعدة تحفل النهار كله على النادي على النادي الاهلي. هي دي هي دي مش عاجبك ايه؟ مش عاجبك؟ لا الامور يا ابراهيم اقول لك الحاجه، الموضوع في الرياضه عرض وطلب، عرض وطلب يعني عرض وطلب خلاص. انت يعني مش عارف المشاكل كتير على السوشيال ميديا. اي حد مباح ليه اللي هو ممكن يتشتم. شوف بص لحد فكره المناقشه مفيش مشكله، لحد فكره طرح الاسئله مفيش مشكله، لحد فكره انا مش عاجبني رايك ده شيء عظيم، لكنه انك توصل الى حد انك تتخيل يعني ان انا هرهب الكابتن تامر عبد الحميد فهشتمه فهعمل له وبتاع فهعمل كذا كذا، فانت انا مش هقول كلمه الحق، هتطلع تقول كلمه الحق وهتتكلم لانه ده الطبيعي، لانه احنا جيلنا اتعلم كده، جيلنا اتربى على كده، هيقول كلمه الحق وما بيخافش من حاجه حتى ولو كان فيه شغل ارهاب وشغل مش عارف ايه. في ناس بتهرب من الحياه قوي. لا لا في ناس كله جماليات، مش اللي زينا الحمد لله، جماليات على الفاضي، وعارفين احنا النفوس فيها ايه. جماهير الزمالك بتكره النادي الاهلي وجماهير الاهلي بتكره نادي الزمالك. وهي هي دي دورنا احنا بقى، دورنا احنا بقى نخرج اللي هيقولك حاجه غير دي. دورنا احنا بقى كابتن تامر نعمل ايه؟ نخرج المفهوم ده من دماغ الناس. مفيش حاجه اسمها كراهيه في الكوره، الكوره ما فيهاش كراهيه. لا لا الكوره فيها مشاعر لها علاقه بان انا ابقى عايز اكسب، انا عايز افوز. التنافس تنافس شريف، زي ما انت حضرتك دلوقتي في الملعب بتتنافس مع زميلك اللي في نفس المركز بتاعك تقول له انا بكرهك، زي ما انت ما بتتنافس مع زميل تاني ليك في فرقه تانيه عشان تاخد مكان جوه منتخب مصر تقول له انا بكرهك. ما هو ده تنافس. لكن ايه؟ انا بحب نفسي وبحب فرقتي وعايز احافظ على كاريري وعايز احافظ على مستقبلي. دورنا ان واحد محترم زي حضرتك من الامثله المحترمه بالنسبه للزملكاويه يقول كده، جمهور الاهلي يسمعه. انا دايما بشوف انه في امثله كتير عندنا، زي ما بتكلم عليك، زي ما بتكلم على كابتن حازم امام مثال محترم، زي ما بتكلم على عماد متعب مثال محترم، زملكاوي واهلاوي يقدروا يوجهوا الناس في الحاجات اللي شبه كده. لا انت بتتكلم هنا في كوكب تاني. مفيش الكلام ده انا في هناك. مفيش والله والله العظيم مفيش. انت بتتكلم ازاي؟ مفيش ده حاول. انت مش عايزنا نحاول؟ لو حازم ومتعب والناس اللي هي من الناس اللي احنا شايفينهم اللي هم عتاولة التحليل في مصر مش بس عتاولة التحليل، مع كابتن ايمن كمان هم كمان هم بيتكلموا. بص لما بيجي يتكلموا عندهم ادب وعندهم احترام وبيتكلموا في الكوره. هقول لك الحقيقه والله لما بيتكلموا في الكوره احنا نسمع تمام. طيب لو بيتكلموا في القضايا اللي هي موجوده الايام دي هيحصل عليهم جدل. لما تيجي تقول لي مثلا عماد متعب ايه رايك في قضيه نادي القرن، هيقول طبعا ان النادي الاهلي هو اللي يستحق طبيعي وده مش جد. طيب هيعجب جماهير الزمالك؟ لا لا طبعا. بس ده بس هتروح بس برضه هقول لك على حاجه هيقول رايه باحترام، وهيقول حازم امام رايه باحترام. ما حازم امام والله لو قلت ايه مش هيعجب برضه. طب يعني اقوم يعني معرفش انا مش لاقي لها حل. انا مش لاقي لها حل مش عارف لها حل لحد دلوقتي. اللي هو التناحر على السوشيال ميديا دي مش شايف لها حل خالص. انت تلغي الاكونت بتاعك بقى والله العظيم. انا ما مشكله والله، انا بقول لك والله انا بخاف اطلع لاقول كلمه انا لا سيب على الله. تعال شوف التقرير وبعدين نرجع من التقرير قول اللي انت عايزه. ربنا يكرمك. يلا بينا. يعني في غلطه في المونتاج كده طبعا، الحاجات دي ما بتعديش عندنا. في غلطه فانا بعتذر طبعا للكابتن تامر. في صوره كده من ضمن الحاجات في التقرير اتحط صوره كابتن تامر عبد الحميد الثاني مش كابتن تامر عبد الحميد دونجا، فيعني احنا بنعتذر لحضراتكم الاول، بنعتذر طبعا للكابتن. لا هي بتخش على الجماهير برضه، بتدخل على الجماهير. الناس بتتلخبط بس ما ينفعش احنا ندخل تدخل علينا يعني لما عندنا فاحنا لازم. وبرضه بالمناسبه لازم نوضح برضه في تامر عبد الحميد الباك اليمين راجل محترم جدا، وفي تامر عبد الحميد الديفندر اللي انتوا شايفين التقرير ده، لان بيبقى في حاجات بتجيلي كتير قوي شتايم برضو في نفس الطريقه. اي حاجه بينزلها تامر مثلا على النادي واخد طريق كده بتجيلي انا بقى الشتايم وبتجيلي كل حاجه والله. فبطلت بقى ايه ارد والله العظيم يعني اي حاجه. سمعت ان انت رجعت نادي الزمالك ده حقيقي؟ فعلا الايام اللي فاتت دي ايه اللي حصل بقى؟ انا لا مفيش. كابتن اسماعيل يوسف كان له دور مهم جدا ان انا اكون موجود في النادي. طبعا كابتننا وراجل كلمني وقال لازم تكون متواجد في النادي وانت
تعبت في النادي، وراجل بيقدر يعني كابتن سمعان بيقدر، وعمل جلسه كده مع المستشار مرتضى وكنت موجود فيها وصفنا الامور كلها ورجعت. كان في شويه زعل؟ مفيش شويه زعل، انا عمري ما ازعل من نادي الزمالك. يعني انا طول عمري ما خدتش موقف انا من نادي الزمالك خالص، ولا مثلا ايه بينت عداوه. أي. الموقف اللي حصل انا جيت بينته وخلاص، وكابتن اسماعيل تدخل في الموضوع وحل الموضوع كله خلاص ورجعنا بيتنا تاني. تجانا جدع وبيلم برضو الناس. ده انا مش علشان هو مثلا له دور اللي انا ارجع في النادي، انا على طول بقول الراجل كان مثلا الاعلى في ديفندر، وكان ديفندر حاجه عالميه يعني. بقول لك كان عليه تبريئه جامده قوي في الملعب. كان ايه؟ عليه تبريئه جامده قوي. لا كابتن اسماعيل ده انا بص اقول لك حاجه اضحكك، انا كنت في المنصوره وطبعا لما بنلعب الزمالك كان حلم بالنسبه لنا، فطبعا كان مثلا الاعلى كابتن اسماعيل هلعب ضده بقى، انت فاهم قصدي؟ فكون انا ايه محضر نفسي جدا كميه جري بقى اللي انا هجريها والحاجات دي كلها. فكابتن اسماعيل من النوع اللي هو ايه ما بيحبش اللي قدامه يجري كتير. فجاه الاقي المقص شغال عليا. والله بعد المباراه بقى بقيت فرحان ان انا اسماعيل يوسف ضربني، انت فاهم قصدي ايه؟ والله جبت اللقطه دي، انا فاكر الموضوع ده كويس، جبت اللقطه دي وعملت عليها افلام عندنا في المنصوره. لا والله اسماعيل يوسف ضربني يا جماعه، انتوا بتتكلموا ازاي؟ والله. فكابتن اسماعيل، لا كابتن اسماعيل حاجه كويسه من الناس اللي انا كنت بتفرج واتعلم، هو كابتن مجدي عبد الغني. جيت ازاي من المنصوره للزمالك؟ هي سنه 2000 يعني. كان له الفضل ان انا اكون موجود، طبعا ايامها كان الجهاز الفني اللي كان موجود الكابتن حلمي طولان وتفسر، وكابتن حلمي كان عارفني يعني. كان هو كان ماسك منتخب الشباب وانا كنت موجود في المنتخب اللي هو الاكبر منتخب الشباب يعني. احنا كنا الشباب وهم كانوا الناشئين. فكان متابعني كويس وكان عارفني وكان متابعني حتى في الدوري، وغير كده كمان انا كنت في منتخب مصر على فكره يعني. انا الفتره من 95 ل 2000 مفيش جهاز لمنتخب مصر لما كنت معاه. أيوة. من اول كابتن فاروق جعفر، كابتن خطيب، كان ايما انت فاكر انت المرحله دي. أيوة. كنت انا موجود معاهم، وبعد كده ايه بدات بقى كابتن جوهري. المنتخب ده ما نجحش للجهاز ده، الله اعلم بقى، اللي هو كابتن فاروق وكابتن الله اعلم يعني. انا حضرت حتى في المنتخب ده عتاوله يعني، انا كان عندي 20 سنه وكان واقف جنب الكابتن شوبير وكابتن حسام وكابتن ابراهيم، يعني في ناس كتير جدا يعني من المنصوره لحد بقى قاعد جنب النجوم دول. كان عندي 20 سنه انا فاكر كويس، وكان كنت احنا مش اصغر، مش مصدق طبعا المنتخب. كنت انا اصغر لعيب موجود وكنت جاي من المنصوره بقى يعني حاجه بيور خالص يعني. ففي الفتره دي ما تعرفش بقى، ممكن يكون بقى في لعيبه كتير كبرت يعني، في ناس كابتن شوبير كان كبير في السن، كابتن حسام. لا بتكلم الكيمياء كانت ما بين كابتن فاروق وكابتن عارف انت، لو انا في قوتي وانا في الزمالك ممكن كنت اعرف، لكن في المنصوره بقى فبدله في اي حاجه يعني. انا مش قوي قوي يعني على اساس ان انا ايه اعرف واشوف وافهم الدنيا ماشيه ازاي. ايوه. ولكن انا بكلم على المرحله دي بقى 2000 بقى لما جيت بقى المنصوره. يعني كان بيخلص وليد صلاح يعني. كان في وفد كده من نادي الزمالك، وكان قبلها بشهرين انا كنت موقع على نادي الزمالك. الناس ما تعرفش الكلام ده يعني. لان في ناس كلها تقول لك لا ده تامر عبد الحميد جاي فوق البيع. فوق البيع ازاي وانا اصلا موقع لنادي الزمالك قبل التخليص بثلاث شهور؟ فعلا فهم خلصوا وليد. وليد كان نجم، وليد صلاح كان وليد في منتخب مصر، وكان كان مكسر الدنيا وكان هداف الدوري. ولما خلصوا وليد اتكلموا في تامر، وانا كنت مخلص مع مين؟ مع نادي الزمالك. منصور قعدت فتره بتجيب لعيبه كتير ولعيبه جامده. بص يا هيما، ايه اللي حاصل؟ كان زمان يعني عامه كده يعني، كان زمان كان في لعيبه كويسه وما كانش في فلوس. غير دلوقتي. انا شايف ان المواهب مفيش مواهب بتقل، بدليل احسن لعيب في الدوري مين؟ عبد الله السعيد. ايوه. عنده كام سنه هنا؟ 35. عنده 35 سنه وداخل على 36 سنه. ليه بقى؟ ليه مفيش مواهب؟ مفيش حد يقدر يديلك كتف كده ويقول لك انا يعني انا اللعيب الصاعد اللي هيكسر الدنيا. مفيش. كان زمان بقى بيطلعوا كتير بقى، كتير جدا. المنصوره والمحله كتير جدا، وكان في قماشه في كل الانديه. دلوقتي هتيجي تدور على قماشه غير الاهلي وغير الزمالك وغير بيراميدز مش هتلاقي. مش هتلاقي فيه. طب ايه السبب؟ احترام لكل يعني الناس. يعني انت دلوقتي قعدت فتره كمان بتشتغل في الناشئين، هل اللعيبه اللي طالعه فعلا مش حلوه؟ الكواليتي بتاعها مش حلو؟ انا شايف كده، مش كويس. انا بص بالتحديد هيما لما نيجي نقول المواهب، المواهب مثلا ايه؟ فراس الحربه او تحت راس الحربه، ماشي، اللي هي بيبقى عندها كوره. تشوف دلوقتي مين اللي موجود غير الاهلي وغير الزمالك وغير بيراميدز؟ مين اللي موجود تحت راس الحربه؟ مفيش حد. اللي هو اجي ادور كده اشوف مثلا ايه عندنا حتى في النادي، لما يقولوا مثلا احنا عاوزين نمشي فلان، مش هنقول الاسم. طيب انت هتمشي فلان هتجيب مين؟ في احسن منه؟ لو في احسن منه ماشي، لو زيه لا ما تجيبوش، هو زيه خلاص الراجل موجود.
طيب المواهب ايه يعني؟ مفيش مواهب، مفيش حد تقدر تقول خلاص صفقه نتخانق عليها الاهلي والزمالك دلوقتي. كل سنه كان الاهلي والزمالك بيتخانق مثلا على صفقه، والله برضه بيتخانقوا بس ممكن يتخانقوا على الفاضي دلوقتي يعني. ما تعرفش بقى، ايوه خناقات على طول الايام دي يعني. ولكن انا بكلمك على مفيش مواهب موجوده دلوقتي، القماشه بقت محدوده جدا، لو في حاجه بتظهر لا اما بتروح الاهلي او الزمالك او بيراميدز دلوقتي، انما ما تلاقيش على مستوى الفرق كلها يعني. طيب بسالك على نص الملعب، اخدت فرصتك ازاي في نص الملعب في الزمالك؟ في الزمالك بص هقول لك على حاجه، انت جاي على اساس ان انت بتقدم ورق اعتمادك للجماهير، الناس ما كانتش تعرف تامر عبد الحميد، فانت بتبقى مركز كويس جدا يعني. انا كنت اول ماتشين كان في البطوله العربيه، كانت صفات البطوله العربيه كان المريخ السوداني والهلال السعودي، فكنت مركز يعني هقول لك 100%، لان انام بدري بقى واتمرن كويس وازود في التمرين والحاجات دي كلها عشان جماهير الزمالك تشوف تامر عبد الحميد ده، لان طبعا انت موجود في المنصوره مفيش مثلا ايه الميديا اللي موجوده او القنوات اللي كانت بتعرض الماتشات، مفيش. احنا كنا بنستنى ماتش الاهلي والزمالك بفارغ الصبر، كان ماتشين بس هما في السنه اللي ممكن الجماهير تتفرج عليكم، وما كانتش تتفرج عليك انت، تتفرج على الاهلي او الزمالك. صحيح صحيح. لا دلوقتي بقت ايه الدنيا، الماتشات اللي كانت بتتذاع زمان في التلفزيون هي ماتشات الاهلي والزمالك. اه يعني وفين وفين كده لما نلاقي مثلا ايه مصري واسماعيلي كده يعني، فتبقى مركز علشان تلفت الانظار لجماهير نادي الزمالك. الحمد لله كان بدايتي او الانطباع الاول في نادي الزمالك كان كويس جدا يعني. المباراه الاولى دي عملت مباراه والله العظيم هي انا تقريبا اكتر مباراه جريت فيها، واكتر مباراه قطعت فيها، واكتر مباراه بقيت حاسس ان انا عاوز العب في كل المراكز. ده انا بلعب في نادي الزمالك يعني، عارف انت والله يعني حاجه كده وانا في الاحلام. انا بقول لك والله حاجه وانا في الاحلام طبعا. مش مصدق. شوف دلوقتي انت بتتكلم ازاي على قيمه ونعمه الفرق الكبيره وقيمه ونعمه فرقه الزمالك. في وقت من الاوقات الناس نسيت الحاجات دي. لا اللعيبه اللي نسيت. اللعيبه 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 لما تيجي مثلا تتكلم تقول لا انا هلعب ببلاش. لو عارف النادي الاهلي والزمالك يلعبوا بس سنه يحط رجل على رجل ويقول لك لا انا 20 مليون و30 مليون و40 مليون. الثقافه بتاعتكم زمان اختلفت عن ثقافه دلوقتي. لا احنا كنا مركزين على البطوله يعني، الماديات احنا عارفين اللي ما فيش ماديات كتير يعني. مش بتلعبوا في احنا بناخد بطوله افريقيا، انا خدت بطوله افريقيا خدت 25000 جنيه. غير كده كان في 25000 جنيه كان وقتها رقم مش رقم قوي برضه. لا كان في نادي تاني كان بياخد 150000 يعني، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني على حسب 150000 في الوقت اللي انت كنت تاخد فيه 25 ماشي. فانا بتكلم على ان في نادي الزمالك الجيل اللي احنا كنا بنلعب فيه كان جيل انا بقول لك اهو من الاجيال اللي هي تتعدي في نادي الزمالك من احسن الاجيال اللي جت. جيل مخلص طبعا. هم الاربع سنين يعني من 2000 ل 2004 ايوه تقريبا خدنا كل حاجه يعني. احنا خدنا في شهر باين احسن نادي في العالم. في سنه واخدين تقريبا 6 أو 7 بطولات. ما كانش بطوله بتعدي يعني. قعدت 10 سنين عشان تجيب بطولة الدوري. 10 سنين طبعا من لا من ال 2004 لحد 2014 بعدها لا بعدنا بقى من بعدك وقبلنا كان تقريبا 7 سنين. فانا بتكلم على ان الجيل ده كان بيساعد اي حد. فانت لما تلعب في الجيل ده ويبقى في معاك مثلا في الدكه في كمونه وفي ناس تانية على اساس انت بس تبقى وحش هم ينطوا يلعبوا، لا لازم تموت نفسك. يعني انت بتلعب مش عشان تامر عبد الحميد، انا بقولها كتير، مش عشان تامر عبد الحميد ده احسن لاعب في الحته دي ولا الكلام ده، لا انت بتلعب عشان تحافظ على مركزك. اللي انت تبقى متواجد في المنطقه دي، مش على طول لا ده انا احسن لعيب لا خلاص. برضو فكره الديفندر اللي عنده القدره على الدفاع وعنده القدره على الهجوم دي برضو قلت جدا. هي قلت لازم بحكم لازم يعمل دور واحد ما يعملش الدورين. هي قلت بحكم الطريقه. يعني انا في اخر ايامي لعبت باتنين ديفندر. كنت انا بلعب وكان اينو كان جنبي في نجاده. خدنا دوري بالطريقه دي وما خسرناش ولا مباراه في 2003 2004. هي الطريقه اللي بتحدي. احنا كنا بنلعب بديفندر واحد. ديفندر واحد ده بقى ايه في النص ده بيعمل كل حاجه. بيدافع يمين بيدافع شمال بيدافع على السرد باكين بيعمل كل حاجه في الناحيه الدفاعيه لان واحد يعني. انت عايز اسطوانه اكسجين. والله بجد والله يعني انت بتخرج من المباراه ممكن تقعد اسبوع تبقى تعبان. فعلا والله من كميه الجري اللي كان بتحصل. كان في هادي خشبه، كان في قبلنا الكابتن اسماعيل يوسف، قبلنا الكابتن مجدي عبد الغني، الناس اللي احنا حتى اتعلمنا منهم الديفندر والجري كتير. غير كده كمان المجموعه كانت بتساعدك. يعني انت بتبقى حاسس مثلا ايه بتدي الباص لحازم عارف حازم هيعمل ايه. يعني ايه يعني ممكن مثلا ايه 1% ممكن تتقطع منه. فبتدي الباص لحازم وبتروح تكمل. فده اللي بيخليك ممكن توصل عند الجون هنا. يعني انا في ماتش الاهلي انا واصل ممكن اكون على خط الجول في ماتش الاهلي، لان كان في المجموعه اللي كانت موجوده لا مجموعه كانت بتشيل بعض. يعني كان في حازم كان في ناس كتير جدا بصراحه حاجه هايله. يعني لو هعدلك الجيل ده
لا جيل استثنائي في نادي الزمالك بصراحه. مين احسن حد ريحك كنت بيلعب جنبك في نص الملعب؟ محمد ابو العلا. ابو العلا ريحني كجري وكقطع وحاجات كده. لا محمد ابو العلا من الناس اللي كانت لا بصراحه حاجه وما خدش حقه كمان. والله لسه كان معايا امبارح وكنت بقول له محمد ابو العلا محمد ابو العلا في لقطه في مباراه الترجي قبل النهائي تقريبا كانت في المجموعه كنا احنا لازم نكسبها علشان خلاص هنلعب بقى مازيمبي او حاجه زي كده. في لقطه احنا الاثنين انا وابو العلا لاعب الترجي انا ادخل عليه يعني مثلا اتزحلق ممكن اترقص وبعدين ابو العلا وبعدين الف تاني اللي انا اجيله وبعدين ابو العلا يلف تاني والله لا كان في تفاهم بيننا وبين ابو العلا احنا اتنين بس ما بنخلصش. حازم كان يقعد يتفرج علينا يعني حازم دور هجومي لا دور احنا زي ما تقول كده عارف انت كسحات الغام اللي لا حازم بيتفرج علينا على اساس ان احنا خلاص احنا هنجيب الكره حازم وهنديها لك يبقى ما تتقطعش. لا كان حاجه محترمه. ليه اتظلم ابو العلا؟ عشان كنت بساله السؤال ده امبارح قال لي يمكن عشان السوشيال ميديا قال لي يمكن عشان الاعلام. لا ابو العلا بص ابو العلا ما اتظلمش الا بعد ما الجيل ده بعد 2004 2004 انا بقول لك احنا كنا في حاجه صعبه جدا. لعيبه انا مش عاوز اقطع في لعيبه يعني ظروف لا جت لعيبه مش قد مش قد تيشيرت نادي الزمالك. هو قال كده على فكره هو قال لي كده انت المفروض في الوقت اللي الاهلي كان بيجيب اللعيبه الجامده بركات وابو تريكه وعماد النحاس واسلام ده انا هعدي لك الجيل ده لو احنا كنا حافظنا على الجيل بتاعنا ده يعني احنا لعبنا الموسم 2003 2004 كان موجود فيه ابو تريكه وموجود فيه محمد شوقي وموجود فيه جيلبرتو وموجود فيه ناس كتير جدا. لو كان دكتور كمال حافظ على الجيل ده كنا قعدنا 3 4 سنين. وحقيقي انت توسطت للزمالك عشان تفاوض مع ابو تريكه؟ ابو تريكه بص هيمه يعني انا بقول لك انا بخاف حتى اقول عشان جماهير نادي الاهلي قال لك هو جاي وخلاص هو جاي عندنا وغفلكوا وجاي انا كنت الوسيط بين ابو تريكه واداره نادي الزمالك كنت يعني الوسيط كان كان عندنا بطوله في ايطاليا كاس العالم العسكري وكنا طبعا قبلها في معسكرات وابو تريكه كان من الناس الحكم اللي كان قريب منه هو كان في الترسانه وانا كنت في الزمالك ومحتضن وحاجات كده يعني ما بينكوا شارع كنت انا شايف ان ابو تريكه الزمالك هنا والترسانه هنداب على ان انا لعبت معاه لعبت مع ابو تريكه وعارف امكانياته كويس فكلمت الاداره يا جماعه في ابو تريكه وحتى الاستاذ مندول حسين وهو حي النورزك يعني فكلمته وقمت مديله لابو تريكه وتمام وبعد ما نسافر ايطاليا وهنرجع هينزل يخلص وحاجات كده يعني نزلنا قعدنا شهر شهرين لقيته ابو تريكه مخلص في النادي الاهلي خلاص ايه المشكله في كده بقى مفيش مشكله مفيش ما كلام عادي طيب خد على دي بقى في على السوشيال ميديا بقى لا طب ما انت ما قلتش حاجه عادي ما في النهايه ده عرض وطلب يعني احنا ما بنتكلم ما انا بقول لك الفتره دي يا هيمه النادي الاهلي كان عاوز يعمل اي حاجه علشان يرجع الاربع سنين اللي نادي الزمالك كان فايق فيهم ابو تريكه وعلى فكره هقول لك على حاجه كمان ابو تريكه زاد جدا في النادي الاهلي زاد يعني انا كنت بشوف ماتشاتنا الزمالك مع الترسانه مش بالقدرات دي اللي كانت موجوده في ابو تريكه في النادي الاهلي ليه بقى لان الناس اللي حواليك الكويسين بيساعدوك غير وانت في الترسانه مفيش حد بيساعدك مفيش حد صحيح. انت اللي بتساعد نفسك وانت اللي بتشيل الفرقه وانا برضك نفس الطريقه يعني انا في المنصوره برضك مش ما كنتش تامر كده برضك لان اللي برضه اللي حواليا في الزمالك اللي موجودين معايا كانوا بيساعدوني صحيح فريق هي الكوره في النهايه لعبه جماعيه ولما الكواليتي بتاع اللعيبه نفسه يطلع يبان يعني انت تقدر تحط لعيب لسه صغير تقدر تحط لعيب لسه جاي لك جديد بتشيل بتعرف تشيل يعني اينو احنا سنه شيلنا اينو شايلين اينو يعني ممكن اينو من الناس اللي انا بحبها ايوه ده زي السكر دم وسط شربات فبكلمك على اينو في نجاده لما حط اينو يعني في وسطنا بقينا مستغربين احنا كمجموعه بقينا مستغربين صغير وكده وشيلنا اينو وخد بطوله دوري اينو تمام ولفت الايام وراح الاهلي فاهم فانا بكلمك على ان التيم اللي هو بامكانيات وقدرات وانا بقول الرقم واحد هو اللعيب في الفرقه لو هتجيب تشكيله لعيبه كويسه هتجيب لك اي حاجات بقى اي مدرب ينجحه اي مدرب صحيح خلينا نروح لفصل وبعد الفصل لسه مستمرين مع كابتن تامر عبد الحميد الله رجعنا لحضراتكم مره تانية وبنستمتع باهداف كابتن تامر عبد الحميد بتقول لي على جونك في الاهلي بتقول لي ده جون صعب قوي صعبه ايه لا صعبه والله ده انت والجون والجون فاضي صعبه سهولتها في صعوبتها والله انت جايب حاجات اصعب منها بكتير قوي والله سهولتها في صعوبتها
بمعنى اللي انت اصلا يعني المكان ده مش بتاعك، ممكن تحط رجليك كده ممكن الكره تطلع. هتبقى مشكله زي كره محمد عماره في منتخب مصر. الله الله، كره بالعرض محمد عماره بيحط رجليه فيها طلعت فوق. انت من ايوه انا فاكرها، بس يعني يعني دي كانت صعبه والله، صعبه صعبه. عارف لو فرود فرود هتبقى سهله بالنسبه لي كده يا جماعه، وانا ابص على الهوا كده قولوا لي بذمتكم دي صعبه ولا سهله. بص انا اطبش ورجلها الاثنين شمال. والله طب انت هتقول ايه لمحمد عماره؟ طيب محمد عماره انا مش عارف بقى. بص ده لو عندهم جول محمد عماره طيب، بس خد بالك انت عارف ممكن تبقى ايه مثلا، انت تبقى قلقان من حاجه ان هي نطت. بس طب انا اقول لك على حاجه، ان هي نطت كانت جايه لك ده عدت من عند جمال يعني. بص قدام جمال حمزه يعني جمال حمزه خلاص كان هيحط وقت دي كنت ممكن تضيعها. ها دي كنت ممكن تضيعها. والله ممكن تضيع، انت مش متخيل. انت متوتر يعني هو جاي. لا انت ممكن تحط رجلك فات، ممكن تحط رجلك غلط. بس عادي شكلك ايه بتقدم رجلك. بص رجل بص جمال. لا جمال وجمال قطع. لا جمال ملحقش. جمال خلاص. والله ايام ايام جميله والله. ايام جميله. اكتر جول بتحبه ايه؟ جول الرجاء؟ طبعا بلا شك يعني. اسمك يا ابني معلش. زي ما قلت لك عايش عليه من دلوقتي، حتى لو انا بعدت ومش متواجد في الاعلام. بصراحه جول يتعاش عليه بصراحه. يعني انا الجول الوحيد اللي في بطوله افريقيا انا جايبه يعني. مع ان حسام وحازم وعبد الحليم ووليد، لا كلهم هدافين كلهم. هم تقريبا هم اللي جايبوا كل الاجوال في البطوله. وده واحد من اغلى واهم الاهداف بالنسبه للزمالك. وقلبك بقى ايه يعني انت في نفس الوقت انت في المباراه. بص الجمهور، بص الجمهور عامل ازاي. بص طبعا بص ايه ده. لا وانت بتجري تحس ان في زلزال. زلزال تحت رجليك. بتحس ما حسيتش بنفسك انت بعد ما سجلت الهدف. يعني انا بس شوط الكوره والكوره هي حل الجول. انا طالع مع الكوره لو تلاحظ كده بعد الشوطه. انا طالع مع الكوره لما طبت على في الجول انا رجلي على الارض. تغمى عليك ولا ايه؟ لا من الفرحه بقى حد ادالي كوع كده فسنتي طارت يعني. بص بص يعني الاجوان الحلو. طيب قبل ما اروح قبل ما اروح للفاصل ده، لان ما يعني انت عارف فاصل استراحات اعلانيه شويه، رايك في موضوع رمضان صبحي؟ بص يا هيما انا كنت بتكلم معاك في الفاصل قلت لك على وجهه نظري انت قلت انا قايلها يعني. انت قلت اللي هي خلاص الوقت فيه عرض وطلب. الكره مش زي زمان. صحيح. دلوقتي الماده هي اللي بتحكم. معاك فلوس هتقدر تجيب اي لعيب دلوقتي. صحيح. بس الانتماء ده تحطه على جنب. انت كلاعب الانتباه ده تحط على جنب. احنا دلوقتي رمضان صبحي ممكن الزمالك يدخل، ممكن الاهلي هيدخل، بيراميدز هيدخل. اي نادي معاه فلوس اللي عنده القيمه اللي يدفع رمضان صبحي هياخد رمضان صبحي. ورمضان صبحي من الناس اللي انا بعشقها. خلاص علاقته انتهت بالنادي الاهلي. النهارده الاهلي نزل بيان قال لك رمضان صبحي خلاص ما لناش علاقه يعني بيه. النادي الاهلي مش هيدخل في الصفقه اللي هو يعلي اللي هو خلاص ما خلص موضوع رمضان. خلصت القصه بتاعت رمضان. رمضان مكسب لاي فريق. انا اتمنى اللي هو يكون موجود عندنا في الزمالك. اتمنى من الناس اللي لها قوة في الفريق. تدفعوا فوق ال 3 مليون و 250 استرليني لناديه اللي هو هادرسفيلد، وبعديها تدوا له الرقم اللي معروض عليه من بيراميدز معروض عليه انا وانت ما بنعرفش نعد الارقام دي. 6 مليون فلوس كتير يعني. 6 مليون دولار في الثلاث سنين. احنا ممكن نكون اجابتي تبقى ممكن الزمالك يدفع الرقم صادمه للناس. لا ممكن الزمالك يدفع الرقم ده مع مرتضى منصور لو عاوز يجيبه هيجيبه بقى. لو هو يدفع الرقم ده يدفع. ادى لعبد الله السعيد 60 مليون جنيه 40 كاش. لا 40 يعني في الوقت ده. أيوه. وبعد كده لو وارد يعني وارد كل حاجه الايام كل دي. حاجه وارد. بس المشكله هي دلوقتي انا ليه بس وجهه نظر صغيره ممكن اقولها لك، ان الفلوس دلوقتي بقت كتير جدا. اللاعب بقى بالملايين. وهكلمك على حاجه تانية. احنا في جو اقتصادي مش حلو. الناس تعبانة. ما بتحبش تسمع الارقام دي. انا شخصيا انا بكلمك على السوشيال ميديا بيجي لي ملايين رساله شغل مساعده تعبان. انا نفسي بس حتى الانديه الاهلي والزمالك رساله لكل الناس يعني اللي هي الماسكين الانديه رساله الانديه لما تيجي تخلص صفقه ما تقولش الرقم. ايه المشكله في كده؟ ما تقولش اللاعب خد كام. خلص وخلاص انا خلصت اللاعب الفلاني. ما تقولش بقى ده انا 20 مليون و30 مليون وفي ناس قاعده على الرصيف عاوزه جنيه. فنفسي الحاجات دي تحصل. لا انت بتخلص صفقه يقول لك اللاعب الفلاني خد 14 مليون جنيه الصبح مثلا. الناس اللي هي مش قادره تاكل دي هتروح فين بقى يعني؟ يعني هيبقى حالتها عامله ازاي؟ مراعاة لمشاعرهم. ايه؟ مراعاة لشعورهم. لازم كده. مراعاة لشعور كل الناس اللي هي تعبانه. انت في مصر معلش يعني نسبه
الناس اللي هي مش عايز اقول نسبه الفقر يعني. في ناس كتير ما فيش، ولكن انت بتتكلم في ارقام بتتعب الناس. هات اللعيب الفلاني، انا جبت اللعيب ده، ما اقولش بقى القيمه اللي انا جبته بيه، او مفيش حد يطلع بقى يقول لك ده راح الخزنه خد كذا وراح خزنه، مالهاش داعي يعني. صحيح، قلت لي تتمنى انه رمضان يروح. اتمنى ان رمضان يجي نادي الزمالك طبعا. يروح الزمالك، صحيح. كل شيء وارد، كره القدم بقى فيها كل حاجه. هروح لفاصل، وبعد الفاصل كابتن تامر عبد الحميد وجه لوجه مع الصبور. يلا بينا. طيب نروح لفقره الصبوره بقى مع الكابتن تامر عبد الحميد. يلا بينا ابو كباتن. يلا اتفضل. حلمي طولان سبب انضمامي للزمالك، نعم ام لا؟ نعم. نعم. وقعت على عقود انضمامي للزمالك قبل 4 أشهر من الانضمام الرسمي. نعم، زي ما اتكلمنا. اتكلمنا. انتقلت انا ووليد عبد اللطيف للزمالك مقابل 1,250,000. ما كنتش انتوا الاثنين، انتوا الاثنين مع بعض؟ وليد، وليد كان بمليون وانا ب 250. انت طارق حامد ينقصه التسديدات على المرمى علشان يكون شبهك؟ هو طارق في الحته ده هما هو عامل اللي عليه، الواجب الاساسي بيعمله، ولكن الحاجات اللي تبقى الزيادات دي ممكن يعملها وممكن ما يعملهاش. يعني اللي هو يشوط، هو بيجيب جول بتاع مباراه الجونه السنه اللي فاتت وحاطط جون كويس شوط، محتاج يزود الحته ديت؟ لا، لان انت في يعني حاجه شبهك جنبك اللي هو فرجاني الساسي بيقدم، بيعمل هو الدور الهجوم. لو هو لوحده ممكن اقول لك يعمل لكن الواجبين هو مع بعض. الدور ده دفاعيا كتير عليه الواجبات الدفاعيه كتير. دفاعيا هو ممتاز طبعا، دفاعيا وبيفسد هجمات الخصم، وراجل روح وقلب في الملعب وحاجه مسمار زي ما بيقولوا في الملعب. ماشي، فالحاجات اللي هي بتبقى الزيادات دي علشان يشبهني بقى، مش هنحط بقى المقارنات دي، ما بحبش الحاجات دي خالص. ماشي، اللي بعده. أنا مكتشف مصطفى فتحي في الزمالك، نعم أم لا؟ بص أقول لك، أنا في قصة مع مصطفى فتحي هو يعرفها كويس. ماشي. أنا كنت ماسك فريق بالأس درجة تانية، مصطفى كان معايا ناشئ صغير. فمصطفى كنت أنا على أساس أنا كنت عاوز أوديه نادي الزمالك. وأول مرة الناس تسمع الكلام ده. وأنا كلمت مصطفى قلت له يا ابني نادي الزمالك. وحصل إن أنا مشيت من بالأس، وكان فيه اللي انا كنت عاوز اوديه مثلا فرقه في الامارات وبعد كده ارجعه عندي. وسفرت مصطفى هو وخالد الغندور بتاع الاتحاد، لو تعرف خالد الغندور. أيوة ده برضك تحت ايدي برضه، سفرتهم الاثنين مع بعض. في الزمالك خالد، لا خالد الغندور الاتحاد الصغير. ايوه ماشي ماشي. يعني هو مش اسمه خالد الغندور، هو اسمه خالد المتولي، بس هو عشان شبه خالد الغندور مسمينه خالد الغندور. ماشي. كان خالد الغندور ده كان في بني عبيد، ومصطفى فتحي كان في بلاس، فخدت الاثنين نسفرهم الامارات حتى يلعبوا شويه وبعدين يرجعوا. ما وفقوش رجعوا، بعد كده انا سبت بالقاس. ماشي. مسك بقى مين؟ نابارو كان محمد صبري. فكان في ماتش ودي بين نابارو وبالقاس، فشاف مصطفى فجابه نادي الزمالك، وانا كنت متكلم عليه قبل حتى محمد صبري ما اتكلم عليه. اللي بعد. لا كهربا لا يركز في الملعب بسبب المشاكل، نعم ام لا؟ انا شايف نعم. نعم، يعني شخصيه كهربا من النوع العصبي جدا كهربا. انا حتى في موقف في ماتش الحرس، كهربا من النوع اللي بتنرفز حتى بين الشوطين، ما عجبنيش الموقف ده. اللي هو اتخانق مع لعيب وبتاع، فكهربا ممكن لو عندك نصيحه تقولها له تقول له ايه؟ لا كهربا خلاص بقى مش هتدفع نصيحه دلوقتي، مش هينفع يعني نصيحه. يعني لو هنصحه كان المفروض كان يبقى في نادي الزمالك. هنصحه دلوقتي هقول له ايه؟ ماشي، اللي بعده. طاهر محمد طاهر سيكون هداف الدوري الموسم المقبل مع الاهلي، نعم قبله؟ انا لعيب مقتنع بيه. مقتنع بيه؟ مقتنع، وكان نفسي يجي نادي الزمالك، مع ان ممكن يكون مش عاجب ناس ثانيه، ولكن طاهر محمد طاهر امكانياته حاجه محترمه جدا، وراجل شايف اللي هو هيبقى اضافه للنادي الاهلي. اللي بعد. لا اتوقع ان ينضم رمضان صبحي الى بيراميدز، نعم ام لا؟ ده في علم الغيب دايما. في علم الغيب يعني انا شايف. لكن لو عندك تمنيات. هو خلاص النادي الاهلي زي ما انت بتقول كده خلاص علاقته مع النادي الاهلي بيان اللي هو مش موجود.
ولكن في الانديه اللي ممكن تقدر تشتري رمضان في بيراميدز وفي الزمالك. الزمالك لسه ما نعرفش بقى هو اتجاهه يكون فين. طبعا انت نفسك الزمالك. طبعا نفسي، يعني هو لعيب هايل ولعيب تقيل في الملعب، وراجل من النوعيه اللي انا بحبها اللي هو بيجري كتير وعفياجي في الملعب. يعني اللي بعده، ساشجع الاهلي حال خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا، نعم ام لا؟ نعم. ماشي. مع ان اقول لك على حاجه يا هيما، يعني انا مش من النوع اللي انا ايه عارف انت بمثل في الردود وفي الكلام. انت بدام ان خلاص النادي الزمالك مش متواجد في البطوله، خلاص شجع الفريق المصري اللي يكون موجود. الموجود ده طبيعي خالص. يعني اللي بعد، تنصح مصطفى محمد بايه؟ ما يتاثرش بالسوشيال ميديا ولا يستمر مع الزمالك ولا يحترف في اوروبا بعد الموسم ده؟ هي كل حاجه لها تعليق. يعني ماشي. التاثير على السوشيال ميديا يبعد، لازم مصطفى يبعد. ماشي. لازم، لان مصطفى شايفه الفتره اللي فاتت كان مركز قوي على السوشيال ميديا. ماشي. الاستمرار في الزمالك، اتمنى طبعا مصطفى يكون موجود في الزمالك بالحاله اللي احنا عارفين عليها مصطفى. ماشي. الاحتراف في اوروبا، يعني نفس، يعني اقول لك ايه، يعني اي لاعب نفس اللي هو يروح اوروبا. ما هو 2 و3 تعارضوا مع بعض، يستمر مع الزمالك ولا يرحل لاوروبا؟ انا مصلحه الزمالك. مصلحه الزمالك طبعا. يبقى انت 1 و2 طبعا. ماشي. اللي بعده، اهم صفقه للزمالك الموسم ده مين من وجهه نظرك؟ اشرف بن شرقي ولا اونجم ولا ابو جبل؟ بدون تفكير اشرف بن شرقي طبعا. اشرف بن شرقي. افضل مدرب اجنبي للزمالك في السنوات الاخيره، فيريرا، جروس، كارتيرون؟ فيريرا طبعا. فيريرا، لان انا مؤمن جدا بالمدرب اللي يجيب دوري. اللي يجيب دوري ده هيما اعرف اللي هو مدرب نفسه طويل. لا كويس جدا، بيتعامل بقى مع الاخفاقات واللي هو يبقى محافظ على القمه، لا ينزل شويه يقدر يعني راجل بيشتغل طول الموسم. بطوله الدوري ليها تقييم مختلف. انا شايف كده، انا شايف حتى لو المدرب هيمشي بيمشي من خلال الدوري. يعني لو هو ماشي وحش هيمشي من خلال الدوري. اللي بعده، لاعب بتتوقع رحيله عن الزمالك الموسم اللي جاي، كابونجو، كاسونجو، احمد عيد ولا محمد عنتر؟ الثلاثه. شايف اللي هو يعني الثلاثه، يعني كاسونجو مش يعني عارف انت ملوش تاثير. ماشي. مش الاضافه اللي انت ممكن احمد عيد مش يصبر شويه؟ احمد عيد يصبر عليه شويه؟ لا مش يمشي احمد عيد، يعني يروح مثلا اعاره، يخرج اعاره زي مصطفى محمد كده، تجربه مصطفى محمد كده. ماشي. محمد عنتر سنه كامله انا مش شايف محمد عنتر، مع ان اللاعب كويس. ماشي. اللي بعده، اخر سؤال، لاعب كنت تتمنى انه يتواجد في الزمالك، عبد الله السعيد، احمد فتحي ولا رمضان صبحي؟ بصراحه لا، الثلاثه تقال جدا. ثلاثه تقال؟ لا الثلاثه تقال جدا، وناس لهم علامه مميزه في الملعب. تعرف انه عبد الله كان برضو في مفاوضات اتفتحت معاه في وقت التجديد مع بيراميدز مؤخرا، كان ممكن يروح الزمالك. انا بقول لك عبد الله احسن لاعب في الدوري. واتكلمنا اللي هو عنده 35 سنه وراجل محافظ على نفسه واخد الامور جد. صحيح. احمد، طب اختار لي اسم واحد بقى من الاسماء الثلاثه. رمضان صبحي. رمضان صبحي. طبعا. كابتن تامر، حضرتك شرفتنا ونورتنا، واحد من الشخصيات المحترمه جدا واللي بنعتز بيهم جدا جدا، من الناس الخلوقه اللي بتمنى لك يا رب دايما كل توفيق، والمرحله الجايه بقى في لجنه التطوير داخل نادي الزمالك تعمل شغل محترم. الله يخليك. بشكرك يا مين. بشكرك والله. بشكرك. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر فريق العمل بالكامل، ونقابلكم ان شاء الله باذن الله ان كان في العمر بقيه يوم السبت اللي جاي في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.